بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. الحقيقة النهاردة هبدأ هذه الحلقة بخبر يعني حزين جدا جدا على كل الأهلاوية وكل اللي يعرف اسم الحاج تيسير الهوالي. النهاردة النادي الأهلي بيودع واحد من أخلص رجال النادي الأهلي ومن أكثرهم حبا للنادي الأهلي، واحد كان له أيادي بيضاء وكان له مواقف عظيمة، كان دائما لا يسعى إلا لشيء واحد فقط، هو اسم النادي الأهلي وحب النادي الأهلي. عمره ما كان بيحاول أن يظهر، عمره ما كان بيقول أنا عملت، عمره ما كان بيقول أنا هعمل للنادي الأهلي. ولكن الحاج تيسير الهواري ده كان واحد من رجال الأهلي الكبار الحكماء، واحد من عشاق النادي الأهلي اللي حبوا النادي الأهلي بجد بجد، واحد من أعضاء لجنة الحكماء اللي بتضم أخلص رموز النادي الأهلي، واحد كان له مواقف عظيمة ممكن أقعد أحكي عنها. أنا شخصيا حضرت واحدة من هذه المواقف، مواقف كتيرة جدا ما يكفنيش فيهم 10-15 حلقة أن أنا أتكلم عنه. على مدار سنين طويلة جدا جدا فوق 50 سنة الحاج تيسير الهواري روحه كانت جوه النادي الأهلي، روحه كانت في النادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي نعى حاج تيسير الهواري خلال كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الحاج تيسير الهواري عضو النادي وأحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء الذي وافته المنية اليوم. داعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. الحاج تيسير النهاردة توفى وهو قاعد بيقرأ في المصحف. يعني أنا هذا الرجل أنا شخصيا بحبه حب كبير جدا جدا، كنت كل ما بشوفه يقول لي إسلام خلي بالك أنت بتقول كذا 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 كذا، خليك قولها كذا 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 كذا، وانت بتتكلم انا بحس ان انت بتتعصب. ما تتعصبش، اتكلم، انت بتتكلم عن النادي الاهلي. والله كان يقول لي هذا الكلام كل ما يشوفني، يقول لي الاخطاء اللي انا بعملها، بينتقدني وباسلوبه يقول لي القناه محتاجه كذا، احنا محتاجين منكم كذا الفتره اللي جايه، محتاجين نقف تقفوا معانا في كذا، محتاجين النادي الاهلي محتاج كذا. اقول له طب انا هقول ان انت قلت كده، يقول لي اوعى اوعى تجيب اسمي. البقاء لله لهذا الرجل العظيم، لهذا الرجل اللي كان روحه زي ما قلت لحضراتكم في النادي الأهلي. الحاج تيسير الهواري هيظل دائما رمز من رموز النادي الأهلي لأشياء كثيرة جدا جدا يمكن حضراتكم ما تعرفوش 90% أو 95% منها، ولكن أنا على الأقل أعرف جزء كبير منها، مش أنا لوحدي. يمكن المهندس عادلي قبلي قال لحضراتكم بعض الأمور الخاصة بالحاج تيسير الهواري. كل قناة النادي الأهلي خلال من أول الترند لغاية دلوقتي، من ساعة ما وافته المنية الحاج تيسير الهواري، وإحنا بنتكلم عن هذا الرجل العظيم الحقيقة، لأن كل واحد فينا له مواقف كثيرة جدا. رحم الله الفقيد وألهم أسرته الصبر والسلوان. بكرة إن شاء الله هتكون المباراة الافتتاحية للنادي الأهلي في الدوري الممتاز لموسم 2023-2024. الأهلي بيستعد للدفاع عن لقبه. مباراة صعبة، مباراة مهمة، مباراة دايما في البدايات بتكون الأمور فيها صعبة. أنا راجع من السوبر الإفريقي خسران السوبر الإفريقي بعد مباراة فيها ظلم تحكيمي بين وواضح، وبعض الأمور الفنية اللي اتكلمت مع حضراتكم فيها مع كابتن حلمي طولان امبارح. وخدوا بال حضراتكم، المصري من الناحية الفنية فريق كبير ومعاه مدير فني قوي وعنده لاعبين جيدين، إن شاء الله ربنا يكرم ويستطيع النادي الأهلي أن يبدأ الدوري بكل قوة. صحيح عندنا غيابات، صحيح عندنا أو راجعين من مباراة السوبر الإفريقي، لكن الجهاز الفني للنادي الأهلي ومدربه السويسري مارسيل كولر إن شاء الله يكونوا قادرين على التعامل مع المباراة وتحقيق أفضل انطلاقة في بداية الدوري الممتاز. الانطلاقة مهمة جدا 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 جدا، الانطلاقة مهمة في كل شيء.
الانطلاقة مهمة عشان ربنا يكرمنا ونعوض على الأقل. طبعا لسه بدري الدوري، لسه بدري، ده أول مباراة ولسه ما بدأش الدوري. بدأ الدوري العام المصري النهاردة بمباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش اللي فاز فيها طلائع الجيش على البنك الأهلي بهدفين مقابل لا شيء في أولى المباريات، وتفوق الكابتن عبد الحميد بسيوني على بابا فاسيلو المدير الفني القبرصي للنادي البنك الأهلي. اللي هيحصل بكرة إن شاء الله في مباريات، ولكن أهم طبعا أو إحنا دايما بنتكلم عن مباراة النادي الأهلي. ربنا يكرمنا إن شاء الله في هذه المباراة ويلهم مارسيل كولر اللي كلنا ثقة فيه، ويلهم اللاعبين اللي كلنا ثقة فيهم وإحنا واقفين في ظهركم، وعمرنا ما هيؤثر فينا أي شيء، هنفضل في ظهركم لغاية لما إن شاء الله ربنا يكرمنا بالدوري وبالكاس وكل حاجة. إحنا نبذل أقصى مجهود في الآخر النتيجة دي بتاعت ربنا. لجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا أعلنت طاقم تحكيم بقيادة كابتن محمد عادل حكما للساحة، ويعاونوا الثنائي كابتن محمود أبو الرجال وكابتن سامي هلهل، وعلى تقنية الحكم الفيديو المساعد كابتن طارق مجدي، ويعاونه كابتن محمد علاء هاشم. ده طاقم التحكيم اللي هيقود مباراة النادي الأهلي ضد النادي المصري زي ما حضراتكم شايفين في تمام الساعة 7. وزي ما قلت لحضراتكم قبل المباراة بساعتين هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة مع النجم الكبير كابتن أيمن شوقي في الاستوديو التحليلي. مش هتكلم عن التحكيم يا عم إسلام؟ لأ، لن أتكلم عن التحكيم. هذه الاختيارات هي اختيارات فيتور بيرير المدير أو رئيس لجنة الحكام اللي قال أنا كنت بتفرج الفترة اللي فاتت عشان أقدر أقيم وأقدر أضع كل شيء خلال الفترة اللي جاية. بدأت الفترة أو بدأ الدوري الجديد من النهاردة. النهاردة في مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش طاقم التحكيم يعني لم يتعرض لأي انتقادات، لانه لم يتعرض لاي يعني امور حصلت، امور غريبه يعني بتحصل في الملعب، فكان بالتالي التحكيم جيد النهارده في اولى المباريات. ايه اللي هيحصل بكره؟ ما اعرفش. كابتن محمد عادل من الحكام الجيدين، يمكن هو كلامه عن الاحتواء هو اللي اثر فيه بشكل كبير جدا، ولكن كابتن محمد عادل فنيا من الحكام الجيدين. اتمنى ان احنا نشوف ان هو جيد بكره. يا رب ما اطلع انتقد اداء كابتن محمد عادل بكره، اداء محمد كابتن محمد عادل وطاقم التحكيم اللي معاه. انا مش عايز غير حقي، ادي الاهلي حقه وادي المصري حقه. بالمناسبه المصري له ركله جزاء احسبها، الاهلي ضده ركله جزاء احسبها، ولكن لو الاهلي له ركله جزاء شبه بتاعه المصري احسبها. المسطره دايما عايزينها تكون واحده. فانا النهارده مش هتكلم عن التحكيم غير ان انا اقول ربنا يوفقكم، احنا في ظهركم. والنادي الاهلي دائم ان هو في كل بياناته يقول لك انا دايما في ظهر التحكيم المصري وهعمل كل حاجه عشان التحكيم المصري يبقى كويس، ولكن من فضلكم ادونا حقنا مش اكتر من كده بس. ده اللي انا بقوله وده دايما اللي انا هفضل اتكلم فيه خلال الفتره اللي جايه. جمهور الاهلي وكالعاده له دور كبير في الفتره اللي جايه في دعم الفريق واللاعبين والجهاز الفني علشان ان شاء الله تبدا المنافسه على جميع البطولات القادمه. أتمنى التوفيق لفريقنا بكرة لتحقيق أفضل انطلاقة في مسابقة الدوري. إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراة. نطلع نشوف أول تقرير معانا النهاردة والنادي الأهلي يستهل حملة الدفاع عن اللقب، ونرجع بعد كده مع بقية فقراتنا. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته بكرة، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا ونستطيع أن نفوز بثلاثة نقاط أو بأول ثلاثة نقاط في الدوري العام أو في إطار الحفاظ على الدوري العام المصري. خلونا نبدأ فقرتنا الأولى وفيها كلام الحقيقة مهم جدا جدا جدا، لأنه الكل بيضرب إشاعات. أي واحد عايز يطلع يتكلم أو أي واحد عايز يطلع يخلي الناس تبص عليه أو تتفرج عليه لازم يضرب إشاعة في النادي الأهلي. عموما خلينا نبدأ فقرتنا الأولى وفقرة حائط صد. خلال الساعات السابقة وفي أحد البرامج إشاعة تافهة، الإشاعة اللي تافهة، إشاعة تافهة لا تستحق الرد. هذه الإشاعة كانت عن
خناقه ما بين محمد الشناوي وما بين امام عاشور. انا هرد على هذا الامر بحاجه، وهقول هتكلم بالاسماء بالمناسبه. يعني كابتن محمد فاروق واحد من الناس اللي لعبت في النادي الاهلي سابقا بالمناسبه، للجيل اللي ما يعرفش كابتن محمد. ومحمد كابتن محمد جاب اهداف كتيره للنادي الاهلي ولصالح النادي الاهلي، وعاش وتربى داخل النادي الاهلي، واللي بيتكلمه ده مش كلامه، اللي بيتكلمه كابتن محمد فاروق ده مش كلامه. استطيع ان انا اقول لحضراتكم، مش استطيع، انا باجزم لحضراتكم ان اللي كابتن محمد فاروق طالع يقوله ده هو مش كلامه، هو سكريبت جاله العتاب على كابتن محمد ان هو عارف اوضه اللبس كويس جدا داخل النادي الاهلي. والعتاب لكابتن محمد فاروق ان هو مش بيفلتر الكلام اللي بيجيله. يعني انا لو، على فكره، انا لو عندي يعني لو اصدق، انا سالت، مش هقول لحضراتكم ان انا ما سالتش، سالت كل الناس، يا جماعه هل في حاجه حصلت بهذا الشكل؟ انا سالت وخليت حد يسال غيري علشان ايه يبقى الكلام واضح. يعني كل الناس اقسمت ان ده لم يحدث. انا عايز اروح لحته تانية. طب حتى لو ده حصل، هو ما حصلش والناس كلها اقسمت ان هو لم يحدث، ولكن حتى لو ده حصل، كابتن الفريق بيعاتب واحد في الفريق، ايه المشكله؟ على الرغم من الكلام اللي اتقال من كابتن محمد فاروق اللي هو قاله ومش كلامه، احسبها زي ما تحسبها، وانتوا عارفين طبعا انا بتكلم على ايه وعن مين. في ناس ورا كابتن محمد بتخليه، كابتن محمد غلطان من وجهة نظري، كابتن محمد ما ينفعش يتكلم عن النادي الاهلي بهذا الشكل. ولكن لما انا بيجي لي سكريبت هنا في القناه من رئيس التحرير عندي، بقعد اشوفه وبقعد اقراه. هناك بعض الامور اللي بتكلم فيها وبتناقش مع زمايلي واصدقائي، واقول لهم لا، طب ما هو ده عندنا غيابات، صحيح راجعين من السوبر، فلازم نتكلم في الامر ده بالشكل ده، يقول لي وجهه نظره واقول له وجهه نظري. في النهايه بنصل لشكل للسكريبت اللي احنا نتفق عليه. لما بكون في قناه من المفترض ان هي قناه محايده، وانا راجل لعبت في النادي الاهلي، لو جه حد قال لي هذا الكلام هقول له لا، الكلام ده ما بيحصلش في النادي الاهلي. حتى لو حصل، ايه المشكله؟ حتى لو حصل كابتن فريق، حتى لو حصل، دي مش معناها انه حصل، عشان ما حدش يقول اسلام الشاطر بيقول ان هو حصل، لا، انا بقول حتى لو حصل ايه المشكله فيها يعني. ولكن الطريقه اللي متقاله بيها، و إن هذا الكلام عاري تماما من الصحة، أنا بقى أؤكد لحضراتكم أن هذا الكلام عاري تماما من الصحة، وأن كل ما قيل في هذا الأمر وما زال بيقال حتى هذه اللحظة هو كلام عاري تماما من الصحة. خدوا بال حضراتكم، إحنا لما بنيجي نرد بنرد بأدب وبأخلاق النادي الأهلي وبأسلوب النادي الأهلي. أنا عمري ما هتطاول على حد، ولا عمري هتكلم على حد بشكل كده أو كده، بالعكس، أنا بقول إن الكابتن محمد فاروق ابقى فلتر مع الناس اللي بتجيب لك الأخبار، ولما تتكلم معاهم تناقش واسأل. أنت عندك، أعتقد كابتن محمد، أنا بشوفه بيلعب في النادي الأهلي مثلا، بيلعب كورة في النادي الأهلي، فأعتقد يا كابتن محمد إن أنت عندك، أنت كمحمد فاروق بعيدا عن اللي وراك، عندك مصدر واثنين وتلاتة وتقدر تعرف. وخلي بالك من اللي وراك بيكون ليهم أغراض، وانت اللي في الوش وعلى الشاشه، فالناس اللي عندها اغراض معروفه، الناس اللي عندها اغراض والغرض مرض معروفين. انا بالمناسبه ما كنتش هتكلم في هذا الموضوع، ولكن انا مش بدافع، لان انا لا احتاج للدفاع عن هذا الامر، لانه الامر ده حاجتين انا متاكد من واحده، ولو ان هي الاولانيه، انه لو ان ده ما حصلش، التانية اللي هقولها لحضرتك ان هو لو حتى حصل، كابتن فريق بيوجه لاعب عنده، ايه المشكلة؟ بيوجه لاعب من زمايله.
المشكلة؟ اللاعب رد هيتحاسب. خلي بال حضراتكم التالتة بقى، إن الإمام عاشور هيحصل فيه كده كتير الفترة اللي جاية. كهربا زي ما كان بيحصل مع كهربا الفترة اللي فاتت. فمرة تانية دي نصيحة أتمنى إن أنت تاخدها يا كابتن محمد وتشتغل عليها خلال الفترة القادمة. الحقيقة دايما من وجهة نظر بعيدا بقى عن هذا الموضوع، الكذب والتدليس ما ينفعش يتم نشره. أنا متأكد ما ينفعش يتم نشره أو ترديده، وأنا متأكد إن جمهور الأهلي عارف مين اللي أنا بتكلم عنه وعارف مين اللي مقصود، لكن أتمنى أن تكون هناك رقابة صارمة وأن تكون هناك رقابة حقيقية على مروجي الإشاعات. ومروجي الإشاعات يعني مختلقي الأخبار الكاذبة. يا جماعة أنا لسه عامل حلقة عن الإعلام الرياضي من أسبوع لعشر أيام، ودخلنا الأستاذ ودخل الأستاذ أحمد موسى ودخل الناس كلها وقالت يا جماعة لازم نتقارب ولازم ولازم ولازم. إحنا بنرد بمنتهى الاحترام، لأن ما يحدث لا يمت بأي حال من الأحوال لميثاق شرف الإعلام أو المهنية الإعلامية. إن شاء الله 17% اللي اتكلم عليهم ساعتها أستاذ أحمد موسى في هذا البرنامج في القضية اللي كانت موجودة الاثنين اللي فات، 17% دول هنقدر نحوط عليهم كده ونقول لهم مش هنسمعكم، كفاية أخبار كاذبة، كفاية شائعات. أنا كان رأيي يا كابتن محمد، كابتن محمد فاروق يعني، الخبر ده لو يعني جالك وانت مش واثق فيه، واللي انا عرفته ان انت ما كنتش واثق فيه من مصادري برضو، كنت خليته هو يقوله اللي قاله لك، كنت خليته هو يقوله. ما هو بيطلع يوم في الاسبوع تقريبا ولا يومين. غرفة ملابس النادي الاهلي مكان له خصوصية وغير اي اندية اخرى، لا يمكن حد يعرف ايه اللي بيحصل. وزي ما قلت لحضراتكم ده مش معناه ان حصل، لا والله، ولكن انا بقول لحضرتك ان تقاليد النادي الاهلي تحكم هذه الغرفه وتحكم جميع اللاعبين، وان ترويج الشائعات بيكون دائما من وحي خيال مؤلفه. خلي بالكم الشائعات الفتره القادمه هتكون كثيره على امام عاشور وعلى كهربا. الحقيقه المره دي ان المؤلف ده أي واحد بيألف قصص بيكون دائما فاقد للمصداقية في عمله الإعلامي، وبالتالي لعبته دائما بتكون خسرانة. حتى بعض المدلسين طلعوا إشاعة على لسان كابتن شوبير برضو بخصوص فريق النادي الأهلي، كابتن أحمد شوبير طلع نفاه. بس هنا بقى الوضع مختلف، هناك نوع من أنواع البجاحة في التدليس. يعني مطلعين إشاعة أن كابتن شوبير قال عبر برنامجه أن حصل تغريم لأحد لاعبة النادي الأهلي بمبلغ كذا، بمبلغ 100,000 جنيه أهو، وده مش حقيقي ولا حتى الكابتن شوبير قاله في أي برنامج. وأنا هنا بشكر كابتن شوبير على مصداقيته وسرعة نفيه لمثل هذه الشائعات. هو ده الكلام، وادي الأدي المدلسين اللي حضراتكم أو البعض بيحاول إن هو يمشي وراهم، وهم دول اللي بيودونا دايما للسكك اللي حضراتكم عارفينها. عموما خلي بالكم من هذه الأمور خلال الفترة القادمة. خلينا نروح للفقرة الثانية، فقرة بالعقل. النهاردة كان في اجتماع ترأسه المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي مع وفد اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي اللي هتنطلق بمباراة الأهلي وسيمبا يوم 20 أكتوبر القادم. زي ما حضراتكم شايفين، الحقيقة أن هنا هقف عند نقطة مهمة جدا طرحها مهندس خالد مرتجي في الاجتماع. يا جماعة مهندس خالد مرتجي قال لهم كده، قال لهم يا جماعة احنا عندنا الأجندة الدولية قبل مباراة الأهلي الافتتاحية بالبطولة مزدحمة جدا، كمان الدور الثاني، كمان إقامة المباريات عصرا، ودي شرحتها اللجنة. وهوضح لحضراتكم، وده انفراد لينا الحقيقة حتى قبل اتحاد كرة القدم ما يعلن، منتخب مصر
هيلعب مباراتين وديتين في ابو ظبي، الاولى امام منتخب زامبيا والثانيه امام منتخب الجزائر اعتقد يوم 16. وحاليا اتحاد كره القدم بينهي الاتفاق الرسمي، ولكن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده من اسبوع تقريبا، مربط الفرس هنا فين؟ في موعد مباراه الجزائر اللي انا عارفه ان هي هتكون يوم 16 اكتوبر قبل نهايه الاجنده الدوليه بيوم واحد. انا هنا ما بقولش مين يروح ومين ما يروحش، مبدا الاهلي ثابت لا يتغير، او الاولويه دائما لمنتخب مصر، ومش هعيد وازيد بقى في هذا الامر لان ما حدش يقدر يزايد على النادي الاهلي. لكن اللي عاوز اقوله، لماذا لا يكون هناك تنسيق مباشر ما بين الجهاز الفني لمنتخب مصر والجهاز الفني للنادي الاهلي ولكل الانديه مش للنادي الاهلي بس، وان يكون هناك استيعاب لضغط المباريات حرصا على اللاعبين؟ ما هو اللعيبه دي هتجيلك مش قادره، هتروح منتخب مصر بعد كده مش قادره، لانهم في النهايه لعيبه منتخب مصر، لعيبه الاهلي والزمالك كلهم لعيبه منتخب مصر، هم ثروه الانديه وثروه منتخب مصر. ولو في مشكله عند الكاف فالمنوط بالتعامل مع الكاف هو اتحاد الكره المصري مش النادي، فيا ريت مجلس اداره الاتحاد يتكلم مع الكاف ويفتح خطوط حوار مع مسؤولي المسابقات في الكاف. يا جماعه ما خلوها يوم 21 وانا العب يوم 15 وتبقى الاسبوع ده كويس جدا، مش هيحصل حاجه يعني. انا مشفق على كل اللاعبين ولاعيبه النادي الاهلي تحديدا لان كنت في يوم من الايام مكانهم، وعارف يعني ايه ضغط مباريات ويعني ايه لعيب يلعب 90 مباراه في موسم واحد، حاجه مهلكه. ايامنا احنا كنا بنلعب 60 65 مباراه في الموسم والواحد ما كانش بيقدر وما كناش بنخرج من البيت. اتمنى التنسيق يكون سواء مع منتخب مصر والانديه واتحاد كره القدم والكاف. والله العظيم ثلاثة الموضوع بسيط يا جماعه، ننسق مع بعض عشان نصل الى ان لعيبه المنتخب دول يعني لعيبه منتخب مصر هم لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز وكل الانديه المصريه، وبالتالي يكون ليهم او قادرين ان هم يلعبوا مع منتخب مصر. انت عندك الاجنده الدوليه، وبعد كده عند الاهلي بطوله السوبر الافريقي لو وصل للمباراه النهائيه هيلعب لغايه يوم 9/11 على ما اتذكر. بعد كده عندك 9/11 بعديها عندك كاس العالم للانديه، هتلعب بعد 9/11 مباريات الدوري اللي اتاجلت لك، فهتلعب 3 4 مباريات في وقت مضغوط جدا، ثم هتروح تلعب في كاس العالم للانديه، وبعد كاس العالم للانديه هتروح تلعب لعيبه اللعيبه دول هتروح لمنتخب مصر علشان يلعبوا في كاس الامم الافريقيه. طب دول هيبقوا قادرين؟ واحنا هيبقى ساعتها في شهر واحد ده نص الموسم؟ هيبقوا قادرين يتحركوا؟ هيبقوا قادرين يجروا مع منتخب مصر؟ هو ده اللي انا بسعى له، ان يكون هناك تنسيق. بدل ما تلعب مباراه الجزائر يوم 16 تلعبها يوم 15. وبدل ما الاتحاد الافريقي لو تواصل معاه الاتحاد المحلي المصري مع الاتحاد الافريقي وقال له العب بدل يوم تلعب يوم 20 العب يوم 21. هيبقى في اسبوع عندك تقدر تريح فيه لاعبتك. لو الاتحاد الافريقي ما رضيش فايه المشكله لما اتحاد كره القدم المصري يلعب المباراه يوم 15؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه الفكره؟ حد بس يطلع يرد علينا ويقول لنا. المهندس خالد مرتجي بالمناسبه النهارده طرح كل هذه الامور واتكلم معاهم على الرغم من ان هو مش دوره كنادي، لكن هو بيطرح الامور كلها علشان يكون التواصل الرسمي بعد كده من خلال الاتحاد المصري لكره القدم. وانا بشكر دايما المهندس خالد مرتجي لانه في مثل هذه الامور بيكون له دور، ودور كبير جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين في الصوره اللي احنا جايبينها. الراجل بيتكلم الانجليزي بمنتهى الطلاقه، بيتكلم فرنساوي بمنتهى الطلاقه، وبالتالي بيقدر يوصل كل اللي هو او اللي النادي الاهلي عايزه بمنتهى الاريحيه. اتمنى ان كل هذه الامور تنتهي وان يكون هناك تنسيق إن شاء الله خلال الفترة القادمة في كل هذه الأمور. عموما وصلنا دلوقتي لفقرة صنع في الأهلي، خلينا نطلع نشوف فقرة صنع في الأهلي. معانا النهاردة هيكون لاعبة من طراز خاص تألقت في ملاعب كرة اليد الأهلوية، أمينة عاطف نجمة النادي الأهلي لكرة اليد.
بدأت من مدرسة كرة اليد بالنادي الأهلي حتى الوصول للفريق الأول بعد مستوى كبير خلال هذه الفترة، وهي أصغر لاعبة لعبت بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي، وأيضا كابتن منتخب مصر، حققت العديد من البطولات مع النادي الأهلي قبل ما تخطف عيون وقلب كابتن أحمد الجرحي المدرب العام لفريق كرة السلة، ويتجمعوا على حب الأهلي ويكونوا عش أهلاوي جديد. يعني كابتن أمينة عاطف نجمة النادي الأهلي لكرة اليد في صنع في الأهلي. نطلع نشوف كابتن أمينة عاطف ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. أنا بدأت في النادي وأنا عندي 5 سنين، قضيت كل المراحل في اللي بمر بيها يعني في الهاندبول لحد ما وصلت للدرجة الأولى. أنا كنت بلعب الأول دايفنج في النادي برضو، وبعدين لعبت ألعاب قوة، وبعد كده لعبت هاندبول، خدوني عشان كنت شولة فبس بقى، وبعدين حبيت الهاندبول بقى وسبت الألعاب التانية. حققت الدوري كتير طبعا ما يتعدش، حققت تالت افريقيا، دي اهم بطوله اخدتها في حياتي، ما اخدتهاش بس بالنسبه لنا ان احنا حاجه كانت اول مره تحصل، بس فدي حاجه بالنسبه لي لحد دلوقتي دي احلى حاجه اخدتها. اكتر حد كان بيدعمني طبعا مامتي وبابايا، لان انا اصلا في الاول ما كنتش بحب اللعبه، وهم اللي قالوا لي لا انت هتبقي كويسه فيها، انت لازم تبقي حاجه، لحد بقى ما الحمد لله ربنا وفقني في اللعبه. النادي الاهلي اتربينا ان احنا دايما نبقى مركز اول، مركز تاني ده يعني خساره، دي اهم حاجه عامه في اللي اتعلمتها، ومن احلى حاجات اللي انا اتربيت عليها هنا في النادي. بشكرهم جدا، هما بجد بيخلوا الماتش ليه طعم وروح وشكل تاني، هو اهم حاجه يعني، والماتش بيبقى غير من غيرهم بصراحه، الموضوع بيبقى ممل شويه. ان احنا نوعدهم ان احنا نعمل اقصى حاجه عندنا، ان احنا نحاول ان احنا دايما نبقى ناخد كل البطولات، ونوعدهم ان شاء الله ان احنا رايحين بطوله افريقيا ان شاء الله في شهر 9 ده، فان شاء الله نوعدهم ان احنا نعمل مركز احسن من اللي احنا كنا فيه. أمينة عاطف نجمة النادي الأهلي لكرة اليد. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف فيه آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد الفاصل قضية اليوم. قضية اليوم هتبقى المدرب المصري ما بين الإقالة والاستقالة. زي ما حضراتكم تعودتوا مننا دايما كل يوم اثنين بيكون عندنا قضية، هنفضل مكملين في هذا الأمر، وإن شاء الله هنحط لحضراتكم إيه القضية اللي عايزيننا نتكلم عنها يوم الاثنين اللي جاي، إيه القضية اللي حضراتكم عايزيننا نتكلم عنها يوم الاثنين اللي جاي. أهم حاجة جمهور الأهلي يقول لنا إيه القضية علشان نقدر نتكلم فيها ونقدر نحضر لها، ويبقوا دايما جمهور الأهلي معانا في جزء كبير منها خلال بداية إن شاء الله من الاثنين القادم. النهاردة المدرب المصري ما بين الإقالة والاستقالة، هيكون معايا ضيوفنا ونجومنا الكبار كابتن محمد حشيش، كابتن الأستاذ عصام شلتوت، ثم كابتن عبد الناصر محمد، ثم أيضا الأستاذ محمد أبو علي في ضيافة البيت الكبير. هنطلع نشوف هذا التقرير عن أهم الأخبار المحلية والعالمية، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا والمدرب المصري ما بين الإقالة والاستقالة في قضية البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، ويوم الاثنين وقضية البيت الكبير.
قضية البيت الكبير النهاردة عن المدرب المصري، مش بس اللي بيحصل في الدوري المصري، ولكن قصة تدوير المدربين والإقالات السريعة كمان، عن المدرب المصري اللي كان طوال أكتر من 50 سنة بيدرب منتخبات عربية وإفريقية، بيدرب أندية عربية في دوريات السعودية والكويت والإمارات وكذا. هل المشكلة حاليا في تأسيس وتأهيل المدربين؟ هل المشكلة في توقف اتحاد كرة القدم المصري عن إقامة دورات الحصول على الرخصة المحترفة؟ هنفتح كلام كتير جدا خلال هذه الفقرة. هل المشكلة نوعية الرخصة نفسها اللي هي الرخصة الإفريقية اللي مش معتمدة ولا معتمدة؟ هنسأل في كل هذه الأمور. طب اللي بيحصل مع مدربين القسم الثاني إيه اللي بيحصل معهم؟ بالمناسبة بيحصل معهم حاجات كتيرة جدا جدا، كلام كتير ومهم جدا لصالح كرة القدم المصرية والمدرب المصري. وكالعادة في كل يوم اثنين بيكون عندنا مفاجآت كتيرة جدا. خلوني أبدأ النهاردة وأرحب بضيوفي في هذه الفقرة. نجم الكبير كابتن محمد حشيش، ازيك كابتننا؟ أهلا وسهلا، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله ماشي تمام. الحمد لله الحمد لله. أيضا أستاذنا ونقيبنا الرياضي الكبير أستاذ عصام شلدوت، ازيك يا أستاذنا؟ أهلا كابتن إسلام، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك كابتن، سعداء جدا بمحاضرتك معاك. ايضا النجم الكبير كابتن عبد الناصر محمد، ازيك كابتننا؟ ازيك يا كابتن، اخبارك يا حبيبي؟ الله يخليك، سعيد ايه كله تمام مع الكوكبه الجميله دي والله. حبيبي شرف لينا ان انت تكون معانا. ايضا الناقد الرياضي الاستاذ محمد ابو علي، ازيك ابو علي؟ حبيبي يا كابتن اسلام، إيه؟ منور وسعيد ان انا موجود طبعا وسط العمالقه. ربنا يخليك يا حبيبي استاذ عصام. ربنا يخليك يا حبيبي. خلينا نبدا كالعاده بقضيه البيت الكبير بهذا التقرير. الحقيقه قبل ما نتكلم او احنا بنتكلم، عايز اقول لحضراتكم ان التقرير ذكر رقم مهم جدا، ان الدوري المصري ثالث الدوريات الافريقيه، مش التاسع، هو التاسع عالميا ولكن الثالث. نعم عالميا، عالميا التاسع ولكن ثالث الدوريات الافريقيه في اقاله واستقاله المدربين في الموسم الماضي، وده حسب التقرير يا كابتن حشيش. احنا عاملين ريكورد الحقيقه في تغيير المدربين، وده نتيجة طبعا للتخبط الإداري، لأن اختيارات مجالس الإدارات للمدربين ما بتبقاش على المستوى المطلوب. بنشوف يعني عشان تختار مدرب لازم تعرف أنت عايز إيه من الفرقة بتاعتك السنة دي. هل عايز أن أنت تنافس، أن أنت تفضل في المنطقة الدافية، أن أنت تعمل إيه، أنت بتبني فريق مثلا في خلال سنتين ثلاثة؟ ده ما بيحصلش. احنا بنشوف اختيارات المدربين، وبعدين اللي بيتحكم في اختيارات المدربين كمان الوكلاء بتوع اللعيبه والمدربين. صحيح، دي ظاهره بقى يعني دي عايزه حلقات وحلقات، الوكلاء بتوع المدربين واللعيبه، لان كمان بيبقى يعني في ارتباط وثيق بين الوكيل والمدرب. اما بيروح كمان وبيشوف له نادي بيبقى في اختياراته للعيبه كمان، ودي كارثه الكوارث. انا بتكلم الكلام ده، أنا في المجال وعارف حاجات كتيرة جدا موجودة في هذا القبيل. إن لا أنا هجيب لك الحتة الفلانية وبعد كده بقى اختيارات المدربين النادي الفلاني، ولكن اللاعبين هم اللي أنا اللي أجيبهم. بالظبط، أنا هعمل كذا 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 وهتاخد معاك كذا. أنا شغلتك بقى فأنت شغلني. فأنت شغلني، فالعملية بعيدة كل البعد عن الرياضة وعن كرة القدم. إن يبقى الأسلوب بالطريقة دي. كذلك مجالس الإدارات مفيش من الحكمة إن هي برضو يعني غير انه اختياره غلط خلاص اختار، طيب استنى شوف الراجل ده اديله فرصه. الراجل لسه ماسك فرقه جديده، اديله فرصه عشان يعرف يعمل حاجه، يعمل شغل. انما مش بعد اسبوعين، السنه اللي فاتت تقريبا بعد اسبوعين ابتدت الانديه تغير مدربين. والاكثر من كده والغريبه جدا كمان ان مدرب يعني فشل مع فرقه وتلاقيه اتنقل لفرقه تانية في نفس القصة. وحصل في سنة من السنين ان في مدربين مسكوا اكتر من نادي، لدرجة ان احنا بنحلل الماتشات ما بقاش عارفين الله الكابتن ده بيدرب ايه، الداخلية ولا بيدرب سموحة ولا بيدرب كذا، ماسك نادي كذا، يعني بتبقى انت متلخبط هو لسه هنا ولا اتغير ولا هو يعني بيبقى عامل زي الاوفر، يعني اللي هو ايه خد مدرب وعليه مدرب بالظبط كده. فطبعا يعني ظاهرة غريبة جدا جدا الحكاية دي. وبعدين لو هنرجع بقى في مشكلة التدريب من البداية في مصر، ان معظم المدربين غير مؤهلين تأهيل صحيح. يعني انا بشوف من خلال طبعا وجودي في منطقة القاهرة مدربين قطاعات الناشئين، مفيش رخص، مفيش، ده في ناس مش واخدة الأساسية وبتمرن، تمرن في أكاديميات، وللأسف الأكاديميات دي شارية فرق فبتدرب لعيبة. لدرجة ان احنا عشان غاب عننا كمان الرخص
الإفريقية يمكن حوالي 6 سنين دلوقتي الناس مش عارفة تاخد الرخص الأساسية. فابتدينا احنا كمنطقة القاهرة نجيب مدربين ونعمل دورات، الناس بقت تتنشأ على حد يعلمها حاجة يا جماعة، حد بس يقول لها حاجة، مفيش كلام من ده خالص بيحصل. في طب هيأهل نفسه ازاي؟ هيجيب سيدهات بقى ويتفرج عليها ويسمع، هو عايز خبرات وعايز ناس. فابتدينا نعمل دورات تدريبية ودورات إدارية، لأن بنحاول نعوض بس النقص في الرخص الإفريقية. كمان الرخص الإفريقية في وقت من الأوقات اللي فاتت ما كانش معترف بيها بره، المدربين بيطلعوا يدربوا بره في اسيا ولا اوروبا. في اسيا واوروبا يقول لك ايه اللي انت واخدها دي انا مش معترف بيها. كلام هنتكلم في كل هذه النقاط، ولكن كابتن حشيش حط ايده على بعض النقاط يا كابتن عبد الناصر. انت واحد من اللي موجودين وبتشتغلت السنه اللي فاتت واشتغلت السنه اللي قبلها، السنه دي يمكن الامور لسه، احكي لنا ايه اللي بيحصل. المشكله من وجهه نظرك طبعا. هتكلم انا في المشكله اساسها زي ما اتفقنا ان مفيش لوائح بالنسبه للمدربين في اتحاد الكوره حاططها. يعني هقول لك انا لما سافرت عمان اول حاجه سالوني عليها الرخصه اللي معاك ايه. اوكي. قلت لهم معايا الرخصه ايه، منين؟ قلت لهم معايا من افريقيا ومعايا من اوروبا. قالوا لي لا، افريقيا دي ركنها على جنب على طول عشان تيجي عندنا. احنا عندنا لوائح في الدوري المحترفين عندنا ان اللي يمسك مدير فني في اي فرقه عندنا يبقى معاه الرخصه ايه، يا اما من اسيا يا اما من اوروبا. اوكي. فالحمد لله قالوا ابعت لنا الرخصه بتاعتك، بعتها لهم تاكدوا تمام ان انا واخدها من اوروبا تمام. وقالوا لي كده تشرفنا وتشتغل، والحمد لله رحت واشتغلت وحققت نتائج كويسه جدا الحمد لله. فاحنا مشكلتنا في مصر كنت ماسك فرقه تقريبا يا كابتن كانت بتهبط كانت المركز ال 12 والحمد لله فنشت بيها سادس الحمد لله، والاول مره في حياتهم يعني يبقوا في المركز ده. فعملت معاهم نتائج، وحتى لما بدات الموسم الجديد سبتهم، كان يعني لمشاكل شخصيه هنا في مصر كان لازم ارجع، زوجتي كانت تعبانه وكده فكان لازم ارجع، سبتهم في المركز السادس برضو الحمد لله يعني. عملت معاهم نتائج حلوه يعني. فالمشكله عندنا في مصر ان مفيش، ما بيصنفوش مين يشتغل فين. يعني معاك سي تشتغل فين، معاك بي تشتغل فين، معاك ايه تشتغل فين، عشان ما بيدكش الرخص. هو يعني هو اساسا ما بيدكش ولا سي ولا بي ولا ايه ولا حاجه من الحاجات. اتفضل. لا انا بتكلم كمان ايه، ان على الاقل في مصر يعني انت هنا عشان تشتغل مثلا يعني اي حته بيقول لك سي يشتغل ناشئين، بي ممكن يشتغل درجه ثانيه، ايه يبقى دوري الممتاز الف، يعني لازم تبقى مصنف عشان تعرف تشتغل، عشان كل عشان اساسا الانديه تلاقي مدربين تختار بينهم. يعني يقول لك ده عبد الناصر ومحمود وحسين وبتاع معاهم الايه، دول ممكن يشتغلوا ممتاز الف، هتلاقي الانديه تعرف تدور على الناس دي. لكن في ناس، انا عايز اقول لحضرتك حاجه وقسما بالله، في السنه دي في الدوري الممتاز به في ناس معهاش السي واتنقلت بين اربع انديه، اشتغلت في الموسم الواحد الموسم المنقضي الموسم اللي فات ده اربع انديه ومعهوش السي، يعني مش واخد رخصه اساسا. وفي حين واحد مثلا زي ده ده معايا ايه من اوروبا وقاعد في البيت. ده يعتمد على الكلام اللي قاله كابتن حشيش ان الوكيل بيكون له دور هو اللي بيحرك. مفيش لائحه، ما هو مفيش لائحه تحكمك. ايه اللائحه؟ مفيش تصنيف اساسا. لو اتحاد الكوره مانع الكابتن يقصد ان يبقى في تصنيف بالظبط، اللي معاه سي بيمسك مثلا ناشئين، اللي معاه بي يمسك درجه ثانيه، اللي معاه ايه اللي معاه برو مثلا يمسك منتخبات يعني. بالظبط. طب اللي معهوش خالص بقى الكلام ده، اللي معهوش خالص بيشتغل ليه؟ عشان وكيله شاطر وبيلففه هنا وهنا وهنا وهنا. ما هو اللي معهوش ده، ما هو انا عايز اعمل، انا مش انا يعني طب لكن اكس عايز يعمل تمام، فيجي اتحاد الكوره مش لاقي اقول لك يعمل ايه. اتفضل يروح اتحاد الكوره اكمل بس عشان الناس حضرتك فاهم، لكن الناس تفهم انه الراجل بيبقى مثلا انا ما عنديش رخص، انا كاسلام ما عنديش رخص، فانا عايز اروح اتحاد الكوره عشان هو اللي يطلع لي رخصه. مظبوط. وبعدين هنتكلم او بعد شويه هنتكلم مع واحد من اشهر الناس في اللي بيدوا رخص في العالم كله الحقيقه، عشان يقول لنا يعني من واحد من اشهر المطورين المدربين في العالم واشتغل في اكبر اتحادات في العالم وهو اللي بيطور الرخص البرو، خلي بالك في الاتحاد الاوروبي. فانا هساله عشان موضوع اشمعنى الافريقيه دي اللي مش معتمده في حته خالص يا استاذ حسام، ولكن انا معايا سي او معيش حاجه وعايز اروح اتحاد الكوره، فاتحاد الكوره اساسا بيقول لك دلوقتي بقاله قد ايه ما بيديش رخص، بقاله فتره طويله جدا. هتروح لمين يا كابتن؟ هروح لمين؟ عايز تروح للاتحاد، مفيش اصلا في الاتحاد اوضه فيها طلبك، دي حاجه. في فريضه كمان غائبه كمان في الانديه اسمها المدير الرياضي، اللي الكابتن حشيش لم يذكره انما ذكره شرحا.
بمعنى انه ده الراجل اللي بيقعد مرتين او ثلاثه على مدار الشيزون كله والعياذ بالله مع المدير الفني. ما لازم مدرب اجنبي وبالتالي يقعد معاه عشان يقول له الناس هتنافس اللي هو انت عايز ايه. طب يقول لهم عايزين تنافسوا وهاتوا الرجاله اللي كانوا مع اسلام الشاطر وهاتوا اربعه شاي وتمام. الناس عايزه في المربع يبقى شيلوا اتنين شاي وهاتوا الباقي. الناس عايزه ما تنافسش خالص خلاص يبقى نمشي الراجل ده ونجيب واطلع لكم واحد تاني. وبالتالي ادي اول فريضه اهي لان كله بيتكلم في الكوره. انت بقى عايز الراجل اللي ما تاهلش يروح، طب ما اسهل له مدربين لهم اسماء بيروحوا بالكشكول لمدربين اجانب بس من الناس الاسماء ويقعد ينقل وراه. لقد بدا المران بوضع الكوينز ولف ست لفات وجاب عم حارس من جوه ومش عارف عمل ايه وكان مش توافق مع الكوتش انه يعمل معاه معايشه لا ويطلع بقى يروح دوبك ارحمكم الله كرحمة. يجيب كل هذه الاشياء ويبدا يشتغل بيها مع الاستاذ عبد الوكيل ده. عبد الوكيل ده راجل رائع عنده صرفه لكل حاجه طبعا. ليه؟ لانه عامل زي اما كنا زمان يعملوا لنا يوم في المدرسه في عيد الام او في اي مناسبه شم النسيم ويجيبوا لك الراجل الحاوي ده ولاد زعلوا عشان ما طلعوش الفقره روح مد ايده في الجراب مطلع له بونبوني تك ساعه بيراضي الناس مش كلها. عارف ايه بيراضي الناس كلها صحيح. لان اما يجيبك يا كابتن هتروح انت كمان جايب اربع لعيبه ما زي ما قال لك كده او معاك كرتونه ثانيه انا شغلتك في شغال ما معاك كرتونه ثانيه. والدليل ان انت بتلاقي مدربين بيمشوا ورا صف لعيبه يعني هو يمشي من النادي ده طب ليه ما ناخدهاش يروح النادي الاخر. انا لازم اكون برضو في الجهه الاخرى يا استاذ عصام ليه ما ناخدهاش في انه ثقه المدرب في هؤلاء اللاعبين. يعني صح. يعني مثلا ممكن اروح مثلا اقول ايه ان المدرب الفلاني الفلاني بيثق في اسلام الشاطر لا تمام بيثق في محمد حشيش كان موجوده دي صح. قلت لي سيبني اكمل سيبتك تكمل ما هو الكلام ده لو كان اللعيبه دي يحتملوا الثقه بالثه أيوة. لا ما هنا عم بنشوفهم اما يروحوا الحته الثانيه اذا كانوا هم في الحته الاولانيه ما عملوش حاجه والدليل ان هم مشي هم والراعي الرسمي بتاعهم اللي هو الكوتش والوكيل بسرعه جدا كان قاعد مع حد تاني بيكلمه عشان الصف ده يجي. طيب ممكن اسيبك تكمل ولكن عشان معانا برضو من امستردام من هولندا نطلع ونرجع نكمل تاني شخصيه عظمى يعني. الحقيقه لما نيجي نتكلم عن رخصه التدريب الافريقيه اصبحت غير معتمده ولا في اسيا ولا في افريقيا ولا في امريكا الحقيقه. خلينا نروح لضيفنا العزيز اللي هيشاركنا الحوار من امستردام وهو واحد من اشهر الأسماء على مستوى العالم في تطوير المدربين. تولى منصب مدير التطوير في الاتحاد الألماني والاتحاد الهولندي والاتحاد الإماراتي إضافة إلى الإشراف على عملية تطوير المدربين بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ده بخلاف في تجربته في تطوير المدربين مع نادي أرسنال الإنجليزي كذلك هوفنهايم الألماني. خليني ارحب بمستر مارسيل لوكاسن لاول مره على الشاشات العربيه على شاشه قناه النادي الاهلي. خليني في البدايه اشكرك على قبول دعوتنا للحوار النهارده وبنتكلم عن المدرب المصري وعمليه تطوير المدربين وحصولهم على الرخصه المحترفه باعتبارك الاسم الافضل في هذا المجال وباعتبارك عملت في المنطقه العربيه. لماذا لم تعد الرخصه الافريقيه للمدربين معتمده في اسيا وأوروبا وهل هذا بسبب اختلاف المادة العلمية أم خلل في هذا الأمر؟ نعم في البداية شكرا لاستضافتي معكم. نعم أعتقد أن السؤال الأول يجب أن يكون كيف ننظم هذا الأمر حكوميا أو من الجهة النظامية في الاتحاد. كل اتحاد محلي لديه مسؤولية لنفسه تجاه بلده في البداية. نحن ننسى ذلك وننسى أن أكبر تأثير لتطوير كرة القدم هو تدريب وتعليم المدير الفني. فبالتالي المجهود الذي يقع على عاتق أي أحد لتطوير المدربين هو أن نحدث ثورة في محتوى التدريبي الخاص بالاتحادات.
وتطوير كرة القدم في البلاد يجب على يكون مسؤولية الاتحاد في إخراج المواهب لدى المدربين وتدريب المدربين وتعليمهم، وأن نخرج في البداية العديد من اللاعبين الموهوبين كذلك. نعم، الشيء الرئيسي هو أن المسؤول الرئيسي في أي دولة هو الاتحاد، وليس فقط نرمي اللوم على الآخرين. ليس السبب أن هذه البلد تكون بلد صغيرة أو هذا الاتحاد يكون اتحاد صغير، ولكن البناء العام لأي اتحاد مهم في الكرة المحترفة الآن. وكما قلت، تعليم المدربين، وهذا سيخرج لأي منتخب اللاعبين المناسبين. فبالتالي مرة أخرى، أكبر تأثير لتطوير كرة القدم هو تعليم المدرب قبل أن نجد له رخصة. الآن الحديث عن الرخصة، الرخصة التدريبية مقبولة لدى الاتحاد الأفريقي والشرق الأوسط وخصوصا في مصر، ولكن نجد الكثير من المدربين الأفارقة والعرب يحتاجون لمزيد من التعليم للحصول على رخصة A على سبيل المثال خارجيا. أيوة، ده ليه بقى؟ هل هناك فارق في المحتوى أو محتوى التعليمي؟ يعني نعم، يجب علينا أن نتعامل مع الأمر بواقعية. أيوة. أن في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال تحتاج أن إذا أردت أن تنال رخصة C يجب عليك أن تتعلم وتدرس لدى الاتحاد الأوروبي. فبالتالي هذا الأمر يجب أن يحدث في أفريقيا. يجب أن يكون المدرب مقنع من الناحية التعليمية. يجب أن يتعلم أولا. يجب أن يتقبل طريقة العمل لدى الاتحاد الأوروبي لينال أولا رخصة C. والاتحاد المحلي يجب عليه أن يلتزم بهذا الأمر وأن يتبع هذا النظام. فبالتالي المحتوى لم يحدث أي تطور في هذا المحتوى لدى الاتحادات المحلية. فهذا الأمر لازال موجود في أفريقيا منذ 20 عاما. فالتعليم، تعليم كرة القدم لدى المدربين يجب أن يكون بشكل موضوعي وبشكل فعال. وأيضا المعايير يجب أن تكون في مستوى أعلى في أفريقيا، وليس فقط أن تسعى لتنال بالرخصة، وإنما كما ذكرت التعليم، وليس فقط لأنك تستطيع أن تدرب. وبالنسبة لي المعايير أن تكون على سبيل المثال، حينما أكون كلاعب لدي طموحات عالية، وإذا كنت طبيباً لدي طموحات للتطور في مهنتي، كما هو الحال بالنسبة للطفل الصغير الذي يريد أن يكون لاعباً كبيراً، وكذلك الحال بالنسبة للمدرب. إذا أردت أن تكون مدرباً يجب عليك أن تدرس، أن تأخذ المزيد من الدورات لتتأهل وتكون مرشحاً لهذه الرخص. مضبوط، ولكن أنا السؤال، الرخصة بتاعت الاتحاد الأفريقي هل هو زي الاتحادات المحلية نفسها يعني قديم برضو، ولا هم في الاتحادات كلها قديم؟ هو الرخصة الأفريقية لا يعتد بها في أوروبا. لماذا لا يعتد بالرخصة الأفريقية في أوروبا؟ ده سؤال الأساتذة اللي موجودين معايا في أوروبا وآسيا. وفي مدربين كبار حققوا نجاحات، يعني وليد الكراكي وصل مع منتخب المغرب لمركز متقدم، جمال بالماضي طول عمره في اوروبا وصل مع منتخب الجزائر. عنده رخصه من اوروبا. انا بتكلم الناس دي ساعات بيجي يشتغلوا في، او ما ينفعش يشتغلوا في اوروبا في وقت ما. ايه السبب او ايه السر ان افريقيا؟ سؤال ثاني كمان. اعتقد ان السبب وراء هذا انا لا اعرف حقا. انا اعرف انهم يقبلون، ولكن في مستوى اقل في الاتحادات الاوروبيه وليس بشكل عام في اوروبا. وهذا لا يتعلق بسبب الإقناع فقط. فبالتالي الرخص
الرخص يتم قبولها، ولكن لدى اتحادات معينة تتبع استراتيجية محددة، وهي اتحادات أقل في المستوى في أوروبا. أوكي. في فرق، بس وهذا عايز أسأل سؤال، هل في فرق بين اللعيب الدولي واللعيب المحلي واللي ما مارسش خالص كرة القدم تدرج في أخذ الرخصة ولا ايه بالظبط؟ ده هنا يا كابتن مثلا مدرس جغرافيا بياخد رخصه برو. في اوروبا مش شرط يكون لعيب، لا فاللاعب المحترف يجب عليه على سبيل المثال ان ينال 60 مباراه في مستوى احترافي على سبيل المثال. وهذا ليس ما يؤهله ليكون مدربا محترفا، ولكن يجب عليه ان ينال رخصه سي والرخصه بي والرخصه اي من الاتحاد الاوروبي، وبعد ذلك انت عارف ان هنا عندنا اقول له انت عارف ان عندنا هنا لا، لو انت لعيب دولي ممكن تاخد رخصه مثلا بي على طول او اي مره واحده. احنا اخذنا سي والبي والاي، لا بس في ناس بس انت ممكن تاخد الاي على طول على طول والله اللعيبه الدوليه. أيوة ممكن أيوة طب ما في لعيبه دوليين خدوا السي والبي والاي في ايجيبت، يعني ما على حسب ال ان ايجيبت it can be you know that it's not possible because there's a mistake so اعتقد sorry yes ايوه yeah sorry yes continue sir yeah in football it's always في كرة القدم اعتقد ان that a professional player who played maybe 10 till 15 years professional football ان اللاعب المحترف يجب عليه ان يمارس كرة القدم ل 10 او 12 سنة، ويتوقع له ان يكون ان يبدا مجاله التدريبي مبكرا، وان يكون لديه معرفة اكثر من غيره، ويكون لديه معرفة افضل، فبالتالي هذا يؤهله ان يكون مدربا بشكل اسرع. فبالتالي لأن اللاعب المحترف والمدرب مهنتان ليست مختلفتين عن بعضهما، فبالتالي من لم يمارس كرة القدم لديه معرفة أقل، ولكن ينال معرفة أكبر إذا مارس كرة القدم. على سبيل المثال في الماضي كان لدينا لاعبين محترفين مارسوا مهنة التدريب، والآن لدينا المزيد، والآن يمارسون مهنة التدريب على مستوى أعلى. وكذلك الحال بالنسبة للفريق العمل مع المدرب والكشافين والإعلاميين، إذا مارسوا كرة القدم، إذا كنت لاعبا فبالتالي كل شيء سيكون متاح لك من ناحية المعرفية حينما تكون مدرب. ليس عليك أن تبذل مجهود أكبر في التحليل، فبالتالي مهنة التدريب متوقفة على العلم، متوقفة على المعرفة والخبرة أيضا. يعني أنا عايز أقول برضو حاجة تانية، أن يعني في الأول وفي الآخر برضو أنها محتاجة موهبة التدريب، يكون واحد عنده الموهبة أنه يدرب، وغير أنه عنده معلومات وعنده قدرات معرفية، في منهج لازم يكون عنده قدرات شخصية كمان، ما هو في طريقة الإقناع في طريقة الكلام، عشان الترجمة ما تخليناش عشان ما نروحش بس كتير في موهوب. طيب. أصل ده قاله عشان موهوب هيسأل السؤال ده برضو مصطفى ويرجع لنا تاني. تالنت كوتش مدرب يجب عليه أن يتحلى بالموهبة. حينما تعلم مدربك يكون لديك مدرب منظم، وهذا ما يحدث في الاتحادات، أن تأخذ رخصة سي وبي وأي وما بعد ذلك. يجب عليك أن إذا أردت أن تختار مدرب، نعم يجب عليك أن تلاحظ المدرب الموهوب. إذا أردت أن تطور كرة القدم يجب عليك أن تبدأ أولا، يجب عليك أن تسأل نفسك هل لدينا المدربين المتعلمين، هل يجب عليك أن تسأل نفسك هل لدينا تعليم تدريبي في الاتحاد أولا. أنا أرى الآن في الاتحادات المحلية لا يوفرون هذا، ويعطوا الرخصة التدريبية هذا ليس ممكنا. إذا أردت أن تفعل هذا على سبيل المثال، لديك حوالي من 6 إلى 8 أشهر لتعليم المدرب،
الرخصة بتاخد من 6 شهور. يجب عليك أن تدربه ويأخذ المزيد من الدورات لترى إمكانية أن تعطيه الرخصة، وبعد ذلك يمكنك طيب. أن تلاحظ المهارة لدى المدرب. يعني كده خلاص أصبح الأمر مفهوم، عشان بس والوقت من خلال الاتحادات المحلية بقى. أنا مثلا هنا في اتحاد كرة القدم المصري لا يوجد عندي مدير فني للاتحاد من بعد رحيل نيلو فنجادة من سنتين. أهمية وجود مدير فني للاتحاد المحلي من وجهة نظره طبعا. بالنسبة للاتحاد بالطبع تحتاج مدير فني للاتحاد، فالمدير الفني يعرف عن تعليم المدربين، يعرف هو بالطبع بنسبة كبيرة سيكون مدير فني سابق، يعرف كيف يعلم المدربين، كيف يختار المدربين، ينظر نظرته للمدربين تكون نظرة مختلفة، نظرة نقدية مختلفة، كيف يقيم المدرب، كيف يطور المدرب، كيف يطور معلمي المدربين وليس فقط المدرب، لأن المدرب أو معلم المدرب هو أهم، هو من يؤثر على اللعبة ككل ومن يخرج لك اللعبة المناسب. فالأمر كله مترابط ببعضه من أول معلم المدرب حتى اللاعب. مهم للمنتخب المحلي، مهم للفرق المحلية، الأمر كله يتوقف على تدريب وتعليم المدربين. المدرب الذي لديه المعرفة يستطيع أن يدير الفرق، يستطيع أن يحقق النتائج. فلتبني منظومة فعالة يجب عليك أن تؤسس أكاديمية لتعليم المدربين. يجب عليك يجب عليك أن يكون لديك مدير فني خاص بهذا الاتحاد، يجب عليك وليس فقط خاص بالمنتخب الأول وإنما بالفرق بمنتخبات الشباب ويركز على مرحلة الناشئين في الأندية. فبالتالي نعم سيكون لديك أندية أفضل. كما قلت المدير الفني للاتحاد هو مشغول بأمور كثيرة ويضع برامج كثيرة لتطوير المنافسات. دائما نسأل ونقول لما ليس لدينا منافسات مناسبة في اتحاداتنا، وهذا الأمر مختلف عن مهنة المدير الرياضي أو المدير الفني الخاص بالأندية. فالمدير التقني الخاص بالأندية لديه مهام مختلفة بالطبع. مستر مارسيل لوكاسن أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. الحقيقة كلام مهم جدا فيما يخص المفاجأة. تفضل. احنا بنقول ان الرخصة الإفريقية غير معترف بيها بره. الاتحاد الإفريقي مش معترف بالأساسية بتاعتنا. لا بس هقول لحضرتك دخل حاجة اسمها الدي دي. ايوه دي جديدة عشان مش معترف بالأساسية. ودانا الحاجة يا كابتن ده المسؤول عن الرخصة ثانية بس عشان الاتحاد الإفريقي ان انت لو هو قال انا ما اعرفش بالظبط لكن على ما يبدو ان انت بتروح بالبي يقول لك سي، يعني لو معاك بي افريقي ينزلك سي. ينزلك سي اذا لا عشان لا انا بقول صح تنزل مستوى عشان كده بنسمع يا كابتن عبد الناصر بنسمع في الخليج يقول لك اعمل معادلة. معادلة برافو عليك. ده انا بقول لك ان الاتحاد الافريقي مش معترف بالاساسيه بتاعتنا. طبعا طبعا من عارف دي الحشيش المسؤول عن الملف ده في اتحاد الكوره لا بيحضر اي فعاليات تبع للاتحاد الدولي. مين هو وبيتبعت له وكذا ايميل. هو المظاهر دلوقتي الدكتور محمد علي يعني ولا الدكتور الاتحاد الدولي بعت شكوى ضده لاتحاد الكوره ان هو بيحضرش ولا زوم ميتنج ولا بيتواصل معانا ولا طيب بيحضر. طيب شباب لو قدرتوا تقولوا الدكتور جمال محمد علي برضو يرد على هذا الكلام يبقى كويس جدا، لانه مهم جدا الكلام اللي بيقوله محمد ابو علي. لو الكلام ده يعني انا عارف طبعا ان في شكوى وفي كذا وفي كذا، فهاتوا لنا دكتور جمال محمد علي لو سمحتم يرد على هذا الكلام. في اشياء برضه مهمه يا كابتن. في حاجه اسمها لاعب. انا اسف ابو علي حظك معايا بقى. لا في حاجه اسمها لاعب دولي ولا هو ما هو قال كده ولا رجل. موهوب ايوه ولا حتى على ما يوجد استاذ عصام. في كمان عايز اقول لحضرتك لازم يعني الرخصه ايه اللي اتعملت اخر مره. طيب عشان نلخص للناس دي بس ده منهج الناس بتدرسه بيعملوا لهم اختبار الاول عشان ينفع تدرس طبعا. ولا لا انا اسف يعني طبعاً. كما الكليات العسكريه هذه الاشياء المحترفه جدا طيب. ومن ثم
تبدا بقى مشروع المنهج زيك زي مارادونا الله يرحمه. بالظبط. طيب قبل بس ما اكمل كلامي مع حضراتكم خلينا نروح لكابتن احمد كشري. كابتن احمد كشري في ليبيا يعني، ولكن واحد من النجوم الكبار للنادي الاهلي وايضا مدير فني لعديد من الانديه. كابتن كشري تحيات طبعا كباتن اللي موجودين معانا كلهم لحضرتك ده اولا. ثانيا يعني رايك في المدرب المصري ما بين الاقاله والاستقاله خلال بداية الدوري أو من بداية الدوري؟ حبيبي كابتن إسلام بمسك عليك وتحياتي للمجموعة الكبيرة الجميلة اللي موجودة معاك، كابتن محمد حكيش وأستاذ عصام فلتوت حبيبي كابتن بشر ناصر وأبو علي، يعني أنت مجمع الحبايب كلهم. حبيبي ربنا يخليك. ربنا يخليك حبيبي كابتن حكيش. الله يخليك كابتن. اتفضل اتفضل يا كابتن كشري. طبعا أنا عايز أتكلم في الجزئية برضه اللي كنت بتتكلموا فيها كابتن إسلام، لأن يعني يعني عليك من الموضوع ده. يمكن انا خدت الرخصه السي والدي اول دورتين في مصر اتعمل، انا خدتهم كنت ماسك منتخب جيبوتي وبعدين خدت الرخصه الاي من 10 سنين، يعني انا واخدها من 10 سنين من 2014. ياه. يعني معايا من 2014. ايوه. ومع ذلك كان بيجي لي انديه في دول الجنوب ودول شرق ودول اسيا، ولكن كانوا بيشترطوا ان انت تاخد الرخصه السي، رغم ان انا قعدت 45 يوم من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 4 كل يوم بحضر الدوره دي. فدوره كانت كبيره وعدد ساعتها كبيره، الا ان فوجئنا ان هي لازم ليها معادله من الاتحاد. هو ده اللي اتكلم عليه على فكره في اتفضل يا كابتن كشري. ده عطلني في بعض الانديه اللي جت لي وكانوا بيطلبوا احيانا الرخصه السي، فكان بيطلب معادله وانا بقالي فتره يعني بسعى لدي. بس مش معقول دولة بحجم مصر يا كابتن اسلام ان ما يبقاش عندنا، يعني معقول عندنا الرخصة الافريقية اللي هو الاتحاد الافريقي عندنا، واطلع اخدها مثلا من الامارات ولا من العراق ولا اخدها من عمان. يعني مصر يعني او افريقيا فيها بلدنا كبيرة، فطبعا دي انا لسه الفترة اللي فاتت دي بسعى ان انا اطلع اوروبا اخدها من دولة اخد ال هناك عشان دي عشان تفتح ليك مجال اكتر في دول اكتر. بالظبط. يعني ضمن الحاجات اللي كابتن حسام بدر وافق يروح فيها الزوراء انه ياخد الرخصه من اسيا. يعني بقى لي 10 سنين بدرب 10 سنين بدرب فرق وما يعني بعيد على الرخصه اللي بص ابو علي هنا بيقول ايه في النقطه، نفس النقطه تقريبا اللي انت بتقولها. انا كابتن كشري على فكره انا كنت محضر، كابتن كشري كان بالنسبه لي كمثال كنت هتكلم في ملفات كتيره خاصه بيه، لكن انا بتكلم ان كابتن حسام بدري من ضمن الشروط اللي خليته يوافق يدرب الزوراء او كابتن حمزه الجمل في النجف يعني او الحاجات اللي خليته او يعني الميزات او الميزات او الحاجات اللي خليته وافق انه هياخد الرخصه الايه من اسيا. من اسيا والله. ويقدر يشتغل بيها في اوروبا بسهوله ويشتغل في كل الانديه الاسيويه. اسيا يقدر يشتغل، لكن لو معاه ايه الافريقيه لا يستطيع. اسيا واوروبا يشتغل في اي حته، في اي حته اسيا واوروبا في اي حته. المشكله في بتاعتها يا كابتن اسلام، يعني ابو علي دي بتعطل المدرب المصري. المدرب المصري مش منتشر ليه في دول الخليج او في شرق او في اسيا عامه؟ لان بيطلبوا شهاده احنا ما حضرناش علينا، حضرناش عليها. طب الاتحاد المصري بتاعنا يعني ازاي ما كل ده، يعني بقول لك من 10 سنين واخد الدوره دي، ازاي ما عملناش بعديها البروف؟ ازاي ما عدلناهاش مثلا؟ يعني مش فضيله كده. بص تلاقي تيجي، فده طبعا بيأخر جدا الكره المصريه، بيأخر المدرب المصري، ما بيخليش ليك تواجد تلاقي في كل بلد. يعني انا متواجد حاليا في ليبيا بدرب نادي سبور، المدربين التوانسه منتشرين هنا في ليبيا ومنتشرين في الخليج عشان معاهم الرخص دي، انت معكش الرخص دي. فدي مشكله برضه بتخلي المدرب المصري ما بيخرجش وما بيتطورش وما بياخدش خبرات. فطبعا يعني دي يسال فيها. عندك حل لهذه المشكله تقدر تقوله لنا يا كابتن كشري قبل ما نقفل؟ والله طبعا ان يتعمل، لازم الاتحاد المصري يعمل لنا دوره معترف بيها ويبقى خط بينه وبين الاتحادات الاخرى. يعني ما تبقاش انت جايب يعني خبراء هنا افارقه ومش معترف بيهم. يعني انا ذنبي ايه مثلا؟ قلت لك ان انا باخد الدورات دي، ده انا واخدها وانا بدرب منتخب جيبوتي ساعتها. يعني فطبعا لازم الاتحاد المصري يعمل ربط مع الاتحاد الدولي انه يبقى عنده دوره معتمده من الاتحاد الدولي. دي لازم تحصل. طيب برضه يا كابتن كشري اسالوا الاتحاد الليبي في مدير فني ولا لا؟ الاتحاد الليبي في مدير فني؟ ولا ما تعرفش؟ الاتحاد الليبي اكيد لا اكيد عندهم، انا ما اتحكش عليك يعني، بس عندهم الاتحاد الليبي الاتحاد بتاعهم منظم واكيد عنده طيب. حاجه احنا كان عندنا. عايز اعرف رايك برضه يا كابتن كشري فيما يخص
المدرب المصري ما بين الإقالة والاستقالة قبل بداية الدوري، أو النهاردة كان انطلاق الدوري العام، يعني كابتن حشيش وكابتن عبد الناصر والكل الحقيقة أجمع على أن وكلاء اللاعبين والمدربين بيبقى لهم دور كبير جدا في هذا الأمر. والله الكلام يعني طبعا كلام مظبوط. انت عارف النهاردة يعني أنا اللي خلاني مثلا أخرج واتكلم كابتن عبد الناصر والمدربين كتير تخرج، لأن الأمور بقت بتدار بطريقة كتير. يعني تلاقي النهاردة بقى فيه وكلاء لاعبين مسيطرين على النادي وعلى رئيس النادي. أنا عصرتها نادي بدون ذكر أسماء، لا مسيطر يعني هو كل حاجة. في رؤساء أندية بيخلصوا صفقات في مكاتب الوكلاء. الكلام ده مش كويس، يعني الكلام ده يعني بيأخر الكرة المصرية. وكمان حتة الإقالة أو النهاردة أنت ما فيش معايير لاختيار المدرب، فبالتالي ما فيش معايير لأن أنت تخليه في النادي أو تمشيه. تبص تلاقي مدرب شغال معاك ماشي كويس بتقيله، ما مش على هواك بتقيله، ومدرب ثاني ممكن نتائج مش كويسه يستمر معاك، وتلاقي مدرب بيخرج من النادي ممكن ما يكونش نجح فيه، تلاقيه راح نادي اكبر. راح نادي اكبر. فما عندناش معايير. انا نفسي يبقوا زي الدول اللي سبقتنا، المغرب. انا شايف ان المغرب سبقتنا في التنظيم وفي في اسلوبهم في اداره الملف بتاعهم على مستوى الدوري. يعني يبقى في مدرب واحد بس من خارج النادي. يعني انت لو جبت مدرب ومش من عندك مالكش الا مدرب تاني عشان تقدر ان انت يعني اللوائح والقوانين اللي كابتن عبد الناصر اتكلم عنها. انا بشكرك جدا يا كابتن كشري على وجودك معانا، نجم الكبير كابتن احمد كشري. والحقيقه برضه في اطار هذا الامر، حضراتكم لو تفتكروا من حوالي شهر كده حصل ان او من اكتر شويه ان مجموعه من المدربين راحوا عشان ياخدوا رخصه. ايه انتوا عارفين دي اللي انا عايزك كنت عايز انا مش عايز بس كنت عندي تعقيب على الملف اللي الكابتن حشيش كلمه في الاول كده، ما قلتش بس النقطه دي. اتفضل. الوضع ده او القصه دي بالذات كارثه. ليه؟ ان وكيل لعيب وكيل لعيب يسيطر على رئيس نادي او يبقى هو اللي متحكم وهو اللي بيختار المدرب، او علاقته برئيس النادي تخليه يجيب مثلا عدد صفقات معين، او يجيب المدير الفني قبليها ويعمل ديل مع المدير الفني اللي هو يجيب اللعيب. دي كارثه. فين الرقابه هنا؟ تاني نقطه، رئيس النادي نفسه لعب كوره ولا ما لعبش كوره؟ فاهم حته ان المدير الفني ده بيعمل ايه؟ لا قصدي حته الكوره هو المهم يبقى ادارجي كويس بالظبط. لا مش بتكلم، عايز اوصل معلومه بس يا كابتن. هو مش مسؤول او ما لعبش كوره او ما يعرفش المدير الفني ده بيعمل ايه او بيتعب ازاي او عامل ايه او الصفقات اللي موجوده معاه او السكواد اللي معاه عامل ازاي. على الاقل يبقى معاه حد موجود معاه فاهم كوره. عشان هو لو ادارجي كويس هيعمل كده. ده المدير الرياضي هيجيب مستشارين معاه. ما هو لو رئيس النادي بيدير كويس هيعمل حاجه. عايز اوصل لحاجه مهمه كابتن، ان لازم في التطوير الجديد وجود شركات الكوره يبقى المدير الرئيس النادي موجود او بيشرف وهو اللي بيتابع، لانه في الاخر هيتسال، لكن يبقى موجود معاه ناس لعبت كوره وفاهمه كوره عشان ما تظلمش. هو ده المدير الرياضي، شغلته الكوره مش لعبه يا ابو علي والنبي هيمسكه في الحلقه دي ولا ما هو ده اللي انت عايزه. ده هو ده انا بتكلم على في وجود شركات الكوره لازم مش يكون في ناس مسؤوله. انا بتكلم كوجهه نظر. وجهه نظر يا جماعه، دي قواعد بس. والله دي انا بس عايز اكمل النقطه دي عشان اتفضل يا كابتن. اتفضل. لو معاه ناس فاهمه كوره على الاقل هيستنى المدير الفني يجيب القايمه اللي هو عايزها او الصفقات اللي هو عايزها، ما يفرضش عليه ان هو مش لازم يبقى لعيب كوره. بالمناسبه مش قصدي يا كابتن، انا بتكلم في نقطه ان انا. طب انت قصدك ايه؟ انا عايز اوصل. ما انا جاي لحضرتك كلام بس انتوا بتقطعوه. لو انا معايا ناس فاهمه وسبت المدير الفني يختار القايمه بتاعته او اللعيبه اللي هيلعب بيها الموسم واديله فرصته واستنى بعد فتره واشوف الراجل ده الانطباع او المردود بتاعه مع الفرقه يبقى عامل ازاي، مش هظلم المدير الفني. على الاقل هبقى باجي بعد كده وانا بقيمه يعني بقيمه باسس صحيح. مدروسه وبشكل صحيح. انا امبارح سالت كابتن حلمي طولان، كان معايا ضيف امبارح، سالت كابتن حلمي طولان بمناسبه الكلام اللي انت بتقوله ده عشان كلامك مظبوط. لانه لما سالت كابتن حلمي ده احنا معانا خير مثال للكلام ده كابتن عبد الناصر. كابتن عبد الناصر انت السيزون انا فاكر انت تعادلت مع الترسانه وخسرت القناه مع انك قعدت الفرقه في الدوري. انا مسكت فرقه الانتاج السنه اللي فاتت بتهبط درجه ثالثه، تمام؟ مظبوط. قلت لهم مسؤوليتي ان شاء الله وهقعد بالفرقه. الحمد لله ترتيبي في الدور الثاني كان الثالث على الدوري. طبعا النقط اللي ما اتلمتش في الاول دي كانت اثرت على الفرقه، فالحمد لله قعدنا في المركز التاسع. حققت الهدف اللي انا عايزه. عايز اقول لكم ان انا بدات الموسم والله العظيم عملت الفرقه بملاليم بالنسبه لدجله وبالنسبه للترسانه وبالنسبه للبتروجيتو بملاليم، لان انا بدات شغل لما اتاكدت ان احنا قعدنا في الدوري خلاص في الممتاز به
بدات شغل على طول في تعاقد مع لعيبه عشان لما لو استنيت لاخر الموسم الاسعار يقول لك انا جاي لي وانا جاي لي، فابتديت اشوف مين اللعيبه المميزه واخدها بملاليم. الحمد لله عملنا فرقه كويسه، وكان معايا كابتن شريف شعبان مدير الكوره. هو النقطه كانت عاصل انا عايز اتكلم فيها عشان ما نتوهش الناس. هل ينفع اقيل مدير فني بعد ماتشين؟ ما هو هي دي بقى المشكله. انا الاسس اللي اخترت، انا مش بتكلم على، انا بضرب مثال. ممكن تخليني اقول حاجه؟ اتفضل يا كابتن. امبارح سالت كابتن حلمي طولان، قلت له قول لي بما ان معايا نجم واسطوره من اساطير نادي الزمالك، قول لي ايه رايك في اسوريو؟ قال لي مش هقدر اقيم. قلت له ليه؟ قال لي اي مدير فني الاداره اللي هتجيبه بيبقى عندها هدف، بيتفقوا على هدف. بالظبط. فالزمالك اتفقوا مثلا انهم عايزين ياخدوا الدوري، صح؟ قلت له ماشي، وجهه نظرهم. قال لي فهو محتاج كاتيجوري ايه من اللاعبين، والزمالك عنده فتره القيد واقفه بقى لها مره او مرتين، فبالتالي مش هعرف اقيمه كمدير فني. طبعا ده الكلام اللي انت قلته، ولكن بطريقه اخرى. ما دل... على عكس ما ده كابتن اسلام، ده اللي قصدي عليه. احنا بنعمل حلقاتنا هنا عشان نعمل تنوير للبشر. بالزبط. البشر الجمهور العظيم، عشان انا بزعل قوي اما حد يقول ايه زي كابتن كشري مصر، لا ده اتحاد الكوره يا كابتن، او اي حد يعني. هو عيني مصر فيها خبراء وفيها ناس محترمه، لكن في ناس بتدير مش شغلتها. عشان كده لما جينا نجيب السيد اسمه مارك، اسمه ايه الراجل اللي مارس. اتكلم عن المنهج وعنوان. احنا محتاجين التجربه دي للاعيبه، احنا محتاجين مدير فني للاتحاد. انا اسف يعني مش نجمين كوره يا كابتن. انا افتكرت حاجه دلوقتي، المدير الفني للاتحاد بغض النظر هو صح ولا غلط مشي وقال لك كفايه حازم وبركات. نعم عارف ما كان موجود قبل ما اكمل. نبي سؤال بغض النظر عن دكتور محمود، سؤال يا كابتن عصام، تعرف مين هو اللي قائم او حد عارف من اللي قاعدين مين القائم باعمال المدير الفني للاتحاد الكوره؟ مفيش حد قائم، هم قالوا كده نصا. فيه. انا بقول لحضرتك انا مسؤول في السيستم. السيستم بقى حاطين اسم عشان يبقى. أيوة. البتاع كامل. أيوة. لما تفتح ده. طيب كده ده كلام يا استاذ. انا بقول لحضرتك هو ده العمل المصيبه. ما هو ما هو انت كده برضو ممكن الاتحاد الدولي معين ممكن يزعلوا منك موجود. يزعلوا منك انك يزعلوا انت قلت إن انا بقول حقيقة. مش حضرتك انت. بقول لك انا لما اقول كده ازاي بقى تغلط في ذات النجوم، مع ان ده بوكاندي لما كان في السنغال كان مدير الفريق، ما هواش المناظر، وكان بيقف تحت حق ضيوف. لما اشتغل مع الكوتش في بلده كان بيعمل للجمهور كده ولابس حتى شعار المنتخب، دول لا بيروحوا ولا بيجوا ولا دي شغلتهم. انا اسف يعني يا كابتن، كل شغلانه في الدنيا ليها توصيف في الاختيار، زي اختبارات الناشئين. ثم لما بيطلع الفريق الاول يقعدوا يقولوا في مقاييس عشان نطلع الولد، فيطلع الولد في مقاييس للمدرب ليس من ضمنها في كل العالم. لو عايزين نلحق نبدا، ان مفيش حاجه اسمها لاعبه لا في التحكيم ولا في التدريب، مع احترامي يعني، هي اشياء فرضت علينا يا جماعه. راجعوا ملف المدربين. هو ايه يعني قصدك يا استاذ عصام؟ قصدك ان هو لعب كوره يعني؟ الكلمه هو استاذ عصام بيقول له مش عايزه لعب كوره، مش فارق معايا. مع حضرتك مارس. هو لعب مارس. لا انا مع حضرتك النجوم. ماشي مش النجوم، لعب ماشي، بس برضه ياخد الدورات زي ما بتاخد من اولها لاخرها. انا بقول لحضرتك ان انا مش بقول بس برضه، ده انا بقول اصلا ماليش دعوه لعبه ولا لا، ان شاء الله كل لعب مع الاولاد في المدرسه. هو مورينو لعبه مارسه وكان قريب واحد من افضل المدربين في العالم. هو مورينو ما لعبش يا جماعه. كروجر هنا عمل نتائج رائعه وهو مدرس تاريخ. ارسن فينجر مش كل لاعب كوره يبقى مدرب كويس. انت عارف اشتراطات التحكيم مثلا عندنا، اشتراطات التحكيم عندنا ان هو يلعب على الاقل موسمين. عارف الناس بتعمل ايه؟ افرض ما لعبش ما بيروح ياخد الورقه. انت عارف بيعمل ايه؟ ما انا بقول لك عشان احنا بنسجله في الدرجه، يا ريت كده نزعل من بعض. بيروح يعيد نفسه في نادي درجه رابعه عادي جدا انه لعب موسمين وياخد الورقه. والله كتر خيره راح مشوار. ده ممكن يبعتوا له مع موتوسيكل. يا كابتن اسلام، كمان المحتوى اللي بنتكلم عليه، انا لما خدت الرخصه ايه من اوروبا ومن لما طلعت ختمت من دوله تشيك، احنا كان في مدربين العاب قوه بيجوا يدونا محاضرات. العاب قوه طبعا الشغل البدني. كان في كان في مدربه بتيجي تدينا محاضره كامله عن الاسترتشات، بنت مدربه وبتيجي تدينا دكتوره هي في التربيه الرياضيه هناك عندهم، بتيجي تدينا محاضرات عن الاسترتشات ازاي تتعمل. الاطالات اللي احنا بنعملها دي صفر، هي دي خالص. والله
يعني انا اتعلمت حاجات، انا كنت لعيب كوره وبعمل اطالات، وانت عارف بقى كابتن الفرقه بيسخن الفرقه والكلام ده ومش عارف ايه، واعمل دايره واحد في النص. بقى انا بقيت لا، اطالات مختلفه، شكل الاطاله مختلف، الوقفه غلط. وقفه الاطاله وانت بتاخد مثلا الاماميه، احنا كلنا بنعمل كده ونوطي، ما هو ده غلط على العمود الفقري. هو ده دور الرخص يا كابتن، هو ده التطور اللي بيحصل. أيوة. في الشغل البدني، التطور اللي بيحصل في الشغل بتاع التكتيك نفسه والجديد بتاع كره القدم في العالم. ما هو في مدربين كويسين جدا مثلا ما بيدربوش واسماء كبيره، بس خلاص هو ما طورش نفسه، هو ما ذاكرش. انا اعرف مدربين بالاسم مشتركين في مواقع كبيره جدا حتى بعيد عن الرخص والكلام ده، قاعدين شغالين على نفسه، ازاي بيطور من نفسه، ازاي بيتطلع على كل احنا ليه مركزين كمان على المدربين بتوع الفرق الكبيره والدوري الممتاز؟ ده درجه ثانيه، قصه ان الشباب والناشئين، لا يا جماعه دي كارثه من كوارث العالم، لان ده واخد الاساسيه. ده صح. طيب حد يقول لي بقى، يجي كده يتفرج بياخد الاساسيه ازاي؟ ازاي مش عايزين بقى نتكلم على بيروح استاد القاهره يشترك بتاع اللي فوق دي بالظبط كده، بيظبط نفسه في النظري ما بيروحش وبيظبط نفسه في العملي. بس زمان ما كانش كده كده، وكم صورة على الفيسبوك؟ لا زمان كنا بنروح نحضر. لا كنا بنحضر ايام كابتن، ايام اللي دربوكوا. بالظبط. لان كان في اساتذه محترمين، كابتن عبد الصالح الوحش، الدكتور محمود ابو العين، كابتن عبد الصالح الوحش، وكان بحوزاته رحمه الله عليه الخطيب. لا الناس كانت مش هيقبلوا حاجه. شباب اتمنى ان انتوا تكلموا دكتور جمال محمد علي، وله حق الرد، مش بيرد، حاولوا مره ثانيه، ابعتوا له على الواتساب. الله يرحمه يعني. كان الخطيب وفاروق جعفر والخواجه، واعتقد حلم طولان كان معاهم في الدفعه دي، اللي ما جاش سقط في الحضور فعلا. انا بقول لحضرتك فعلا طبعا نجوم طبعا مصر. انا اخذت يا استاذ عصام، انا اخذت الاساسيه دي وانا بلعب كوره في نهاياتي، يعني في اخر سنه او سنتين قبل ما اعتزل. شوف التدريب بخلص واروح احضر، قالوا لي لو مش هتحضر مش هتاخدها، هتسقط. كابتن كنت بروح احضر. انت عارف انا مره جبت هنا كابتن في البرنامج في السكايب مدرب في ليفربول بيدرب اللعيبه على رميات التماس في الجهاز الفني. لا مش قوي كده، بس انا بتكلم بجد. انت دلوقتي بقى في شغل هجوم، مدرب بيدرب اللعيبه على الشغل الهجومي. مدرب بيدرب ده في جهاز يورجن كلوب فعلا في ليفربول، جبناه هنا في القناه. مدرب بيدرب اللعيبه على الشغل الهجومي زي برينجر كده في مثلا. خلي بالك ده ممكن يكون ضمن مجموعه. لا والله ده ممكن يكون ضمن مجموعه بتؤهل من نادي ليفربول، فبيشتغلوا مع الجهاز، فده يمسكوا حاجه 1 2 3. والله ممكن. لا بكمل يعني. ممكن والله صح ممكن. فالنقطه بقى كابتن المهمه جدا اللي احنا اصلا قاعدين وبنتكلم عشانها، يعني كم مدرب مصري دلوقتي ماسك فريق كبير بره مصر؟ بره مصر قليلين، 3 4. كم مدرب مصري عامل نتائج كويسه بره مصر؟ نقدر نقول ان ده منور بره مثلا. ده احنا بنتنشا مثلا كابتن طارق مصطفى غلب الوداد، فقلنا اولمبيك اسيا محمد عوده في ليبيا، وفرحنا مثلا كابتن عوده في ليبيا. لكن شوف زمان بقى كابتن، قارنهم بقى بزمان بقى. كم مدير فني مصري كان ماسك منتخبات وخد معاهم بطولات؟ كم مدير فني مصري مسك في الخليج وفي اسيا وفي افريقيا عملوا الكره هناك جيبوتي ويعني كان محضر القايمه لو حضرتك عايزنا اقول لحضرتك. طيب بما اننا بنتكلم على المدربين اللي دربوا في افريقيا، خلينا نروح نشوف كابتن شريف الخشاب، كان مدير فني لنادي تشاد، منتخب تشاد انا اسف. خلينا نطلع نشوف ماذا قال عن هذا الامر ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. هي المشكله مش في المدرب المصري، المشكله في مشكله كبيره جدا في الرخص الافريقيه اللي الاتحاد المصري بيعملها والاتحاد الافريقي. للاسف الاتحاد الاسيوي غير معترف بالرخص الافريقيه دي، وبالتالي لما بتيجي للمدرب المصري فرصه في اي نادي وخصوصا تبع الاتحاد الاسيوي بيضطر يعادل الرخصه الافريقيه بسبب عدم اعتماد الاتحاد الاسيوي للرخصه الافريقيه. فنرجع نقول ان ايه المشكله؟ المشكله عند الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري، لان المفروض الاتحاد المصري لما يجي يعمل رخصه المفروض يعملها بالشروط الدوليه المعموله عشان يعترف بها. طبعا للاسف بيبقى الهدف في الاتحاد المصري هو ازاي ياخدوا يجمعوا فلوس من المدربين عشان ياخدوا ثمن الرخصه ويدوهم شهاده وخلاص، وفي الاخر يطلع المدرب عشان يشتغل بيها يبقى مش معترف بيها فالتعاقد بيفشل. يعني يمكن انا زي ما قلت لك مسكت كذا نادي في اسيا تبع الاتحاد الاسيوي، انما انا اللي عافاني من الموضوع ان انا مدرب منتخبات، دربت منتخب تشاد، وبالتالي مدرب منتخب اذا كان منتخب اول المفروض بيبقى مستواه عدى موضوع الرخص ده.
بالنسبة لمصر بقى ده موضوع تاني خالص، الشغل في مصر بيختلف. يمكن أنا قعدت من سنة 2008 2009 لحد 2019 وأنا بدرب خارج مصر. بالنسبة طبعا المشكلة التانية اللي بتتكلم عليها وهي إن ليه المدرب مش مطلوب، وخصوصا كمان في مصر أو في أفريقيا. في مصر مشكلة بتتحكم فيها طبعا وجود وكلاء أو سمسرة كتير هم المسؤولين عملية انتقال المدرب من نادي النادي، وبالتالي في العالم كله المفروض ان بيبقى كل وكيل أعمال أو وكيل مدربين المفروض بيكون معاه رخصة زي المدرب بالضبط، وبالتالي العملية بتبقى مقننة شوية. عندنا في مصر طبعا كل أي حد من حقه ان يشتغل في مجال الوكلاء او السمسره بدون رخصه بدون اي حاجه، فبقوا اكتر من عدد المدربين نفسهم واكتر من عدد اللعيبه، وبالتالي بيقدر يتحكم في ده يروح او يجي عن طريق علاقاته برؤساء الانديه او باعضاء مجلس الاداره، مش عن طريق ان السي في بتاع المدرب ده كويس او وحش. لا، هو العمليه اذا كان عمل ديل خلاص مع اي مسؤول فبينجح انه يفيد ويستفيد، وطبعا كلنا فاهمين انا اقصد ايه، وبالتالي يفيد ويستفيد بالمدرب كويس وحش بيبقى مخسر فرقه هنا او موقع فرقه هنا ومنزل فرقه وتلاقيه بعديها باسبوع مسك فرقه ثانيه نتيجه العلاقات، والمدرب اللي هو محترم اللي هو بيشتغل صح ومالوش دعوه بالعلاقات دي ومالوش دعوه بموضوع السماسره والكلام من ده طبعا تلاقيه قاعد في البيت. طيب ليه ما المدربين بصفة عامة المصريين الطلب قل عليهم في الخارج؟ ده موضوع ثالث خالص. ونتيجة ايه؟ طبعا انت عارفة ان المنتخب المصري بيبقى له رانك او له تصنيف، التصنيف بتاع المنتخب بتاعنا بدأ ينزل نتيجة النتائج اللي مش مظبوطة، نتيجة تفوق الدول المنتخبات الاخرى سواء في اسيا او في افريقيا، وبالتالي أصبح بعد ما كان منتخب مصر ترتيبه التاسع على العالم أيام كابتن حسن شحاتة لما خدنا 2006 2008 2010 بدأ التصنيف ينزل ويتراجع المنتخب بتاعنا وبدأ النتائج تبقى مش مظبوطة، وبالتالي المدرب قيمته بتقل أو الطلب عليه بيقل نتيجة إن خلاص يعني كان أول مصر تصنيفها عالي، ف كل ده بيصب في مصلحة المدرب واسمه بيكبر، المدرب المصري يعمل نتائج كويسة. المدرب لما أصبح النتائج بتاع المنتخب مش مظبوطة أصبح بالتالي الطلب على المدرب المصري قليل. ضيف إلى ذلك موضوع الرخصة اللي قلت لك عليه، إن يعني أنا عايز أقول لك إن أنا كتير جدا عانيت من قصة إن يبقى النادي مخلص معه متفق معه واتفقنا على كل حاجة ويجي الاتحاد الآسيوي يوقف التعاقد بسبب ان الرخصه الافريقيه غير معترف بيها. في مدربين اتنقلت 5 مرات من انديه السنه اللي فاتت. نتيجه ايه؟ نتيجه الاتحاد المصري بيغمض عينه، بمعنى ان المدرب مثلا يبقى بيكتب السكور شيت بتاع الماتش المدير الفني فلان الفلاني اول سنه، ثاني سنه المدير الفني فلان الفلاني، ثالث سنه مش مسموح له انه يشتغل فيكتب ايه؟ المشرف على الكوره في السكور. والاتحاد عارف انه المدير الفني وهو اللي واقف بيدير المباراه، بس ماشي عادي الموضوع مش مشكله. اذا اللوائح بتتعمل بس بيتم حسب اللوائح الشخصيه وحسب العلاقات، المسؤولين في الاتحاد بيبدا يغمض عينه ويبدا مش مشكله يعدي الموضوع، وبالتالي ما بتطبقش الشروط بشكل صح. ينتج عن ذلك ايه بقى؟ ان في مدرب ينتقل 5 6 مرات من نادي ده للنادي ده لانه معاه وكيل شاطر او معاه سمسار شاطر ويتغلب على موضوع الرخص وموضوع اللوائح اللي موجوده في الاتحاد بالعلاقات الشخصيه، وفي مدرب تاني قاعد في البيت ما بيشتغلش خالص نتيجه ان هو ملوش علاقات خالص. طيب كلام مهم جدا الحقيقه من كابتن شريف الخشاب، ولكن اخيرا يعني يا كابتن قبل ما لانه لازم نسيب 10 دقائق ربع ساعه نتكلم فيها عن مباراه المصري، كابتن حشيش كابتن عبد الناصر كابتن استاذ عصام استاذ محمد، عايزكم تقولوا لي حلول لهذه الامور خلال الفتره القادمه. يعني لازم يبقى في لوائح وقوانين وفي يعني تكاتف بين الاتجاهات المختلفه بالنسبه لموضوع الرخص للمدربين. اولا
كتير جدا من مدربين مصر، وانا بتكلم عن مدربين القاهره لان هم يعني عايشين معانا في فرع القاهره، محتاجين رخص ومش ومفيش خالص اي بوادر، حتى برغم ان اتقال الكلام ده ان احنا هنيجي وهنعمل الرخص ونبتدي، لان احنا الرخص واقفه من 2019 والمدربين واقفين مش عارفين يمرنوا مش عارفين يشتغلوا عايزين. حتى يعني خلي بالك، خلي بالك يا اسلام ان الراجل عايز ياخد الرخصه دي عشان بعدها لازم بسنتين ياخد اللي بعدها واللي بعدها، فمتعطل سنين كتيره من عمره. صحيح. يعني اللي دلوقتي مثلا كان زمان واخد الايه لسه هيبتدي في الـ في الـ في السي، واخد بالك ازاي؟ فلازم يسرعوا بالموضوع ده، ولازم يبقى في تكاتف شويه، ولازم في جديه، لازم حد يتكلم مع المدير الفني بتاع الاتحاد اذا كان موجود، يتكلم مع الاتحاد الافريقي عشان يبعت مواضيع الرخص دي عشان نبتدي. هم نزلوا لنا بس اللائحه والاسعار والكلام ده بعدين خلاص فتره كبيره جدا، وبعدين مفيش اي حاجه خياليه كمان يعني، ونزلنا الرخصه الاداريه. يا عم انا مش عايز اداريه، عايز بس عايز الاسعار ياخد في الاوكازيون ويعمله اوكازيون. طيب هنكمل كلامنا، ولكن بما اننا هنتكلم برضو عن الدرجه الثانيه، الدرجه الثانيه برضو فيها مشاكل كثيره جدا، وموضوع خلي بالكم بقى في الدرجه الثانيه الموضوع اكبر من كده كتير جدا. جدا جدا كابتن، الاصلاح محتاج حاجه هجي لك في لسه احنا بس اروح لاحد المدربين في الدرجه الثانيه، كابتن والي الموافي مدرب نادي المجد السكندري والفيوم السابق. ويبدو ان معاناه المدربين الشباب في الدرجه الثانيه مختلفة تماما. خلينا نطلع نشوف ماذا قال ونرجع نكمل. انا اخذت اخر رخصة كانت السي، انا اخذت الاساسية، وبعد كده اخذت السي كانت سنة 2014، اخذتها اول ما اعتزلت على طول، اول ما بطلت كورة اخذت، كانوا عاملين الدورة الاساسية دخلتها والحمد لله نجحت بدرجة جيد جدا، وبعد كده اخذت السي، دخلت السي برضو ونجحت بدرجة جيد جدا، ودي كانت اخر سنه دورة السي كانت 2014. انا مش عارف هما ليه لحد دلوقتي هي مش شغالين بيها. في مدربين كتير جدا محتاجين البي دي، لان احنا بيجينا شغل بره مصر اصلا، كمان مش شرط شغل هنا، بيجينا شغل بره مصر في السعوديه وفي الاردن وفي ليبيا، والحاجات دي بتبقى محتاجه البي وبتبقى محتاجه الاي كمان، لان احنا بره في اسيا مش بيعترفوا كمان بالسي الافريقيه، ودي مشكله كبيره جدا. فانا مش عارف ليه هم لحد دلوقتي مش عاملين البي، بقالهم كده داخلين في 10 سنين او 9 سنين الدوره البي دي ما اتعملتش خلاص، عملوا الاي بس لمدربين معينين، حوالي 25 مدرب غالبا كده هم كانوا شغالين في الدوري الممتاز، وفيهم مدربين عشان الكونفدراليه والحاجات دي يبقوا موجودين كمدربين فنيين يعني. لحد دلوقتي مش معموله، اتأثرت جامد جدا. انا دلوقتي انا شغال في مصر، دلوقتي التدريب في مصر يعني مقتصر على ناس معينه، ناس بتمشي من النادي ده بالليل تلاقيها في نادي تاني، الصبح تلاقيها راحت نادي تاني، بيشتغلوا في اكتر من نادي. انا كراجل لسه ببتدي حياتي في التدريب، محتاج الرخصه دي، لان انا بيجي لي شغل بره، يعني بيجي لي شغل الامارات، بيجي لي شغل في الكويت، انا مش عارف اسافر عشان معيش الرخصه دي، فانا كده متاثر. وبعد كده انت بتيجي تقول لي لازم يبقى معاك الرخصه، انا لازم عشان اسافر اشتغل بره لازم يبقى معايا البي، وهعدلها برده بره هناك واخدها تاني، لازم اخدها تاني، لان ما ينفعش اشتغل بالسي الافريقيه، فانت افتح لي الدورات عشان ادخل البي والاي عشان اعرف اسافر واشتغل بره، انا مش هفضل قاعد شغال في مصر. طب ما فيش شغل في مصر، طب اعمل ايه؟ انا عايز اشوف شغلي وعايز اشوف اكل عيش واسافر بره برده. في مدربين كبار جدا متاثرين برده بالموضوع ده، يعني في مدربين شغالين في الدوري المصري مش عارفين يسافروا بره عشان يشتغلوا، عشان مش معاهم الرخص دي. يعني الموضوع ده مش مقتصر على المدربين الصغيرين لسه شغالين في التدريب، لا، في اسامي كبيره ومدربين كبيره مش عارفه تسافر بره تشتغل عشان مش معاها الرخصه الاي ولا البي، ودي مشكله كبيره جدا طبعا، مأثره جامد جدا جدا في موضوع التدريب في مصر، والناس اللي لسه بادئه تدريب، والناس اللي اصلا بتدرب، يعني في ناس بتدرب بقالها كتير جدا جدا معاش الرخصه البي ولا الرخصه الاي، يعني في فئه معينه تقدر، انما الفئه الاكبر ما تقدرش تسافر بره تقعد اسبوعين و10 ايام عشان تاخد دوره بره، ما هو ده تكلفه كبيره جدا. طب الاتحاد هيعمل كده؟ هيسفر الناس دي بره تاخد الدورات دي على حسابها؟ مش هيعمل كده، فلازم يفتح الدورات دي هنا، لازم يبدا ضروري جدا الفتره الجايه يبدا يعمل دورات السي ويعمل البي ويعمل الاي للناس عشان تعرف تشتغل. ما انت عايز تطور، هتطور ازاي؟ يعني انت جاي بتقول عايز تعمل سيستم على في الاجهزه الفنيه ان مفيش مدرب يشتغل غير برخصه، طب انت مش فاتح لي الرخص عشان اخدها، طب اعمل ايه؟ اسافر بره؟ طب انا معيش فلوس، ما اقدرش اسافر بره، التكلفه كبيره عليا جدا،
فطبعا مضرورين ناس مضروره كتير جدا بسبب الموضوع ده. يعني مش بيبقى بالناس زي ما بيقولوا الخبرات او الكفاءه، لا هي بتبقى يعني داخله فيها شويه مصالح، رؤساء انديه يعرفوا وكلاء يعرفوا مدربين بيكلموا حد. لان انت بتشوفي تغيرات غريبه جدا، يعني بتشوفي مدرب تلاقيه ماسك فرقه ما عملش نتائج، هو ما عملش نتائج، ويروح فرقه تانية واللي كان يعني بيعملوا سويتش، يعني مدرب يروح فرقه والفرقه اللي هو رايحها دي المدرب بتاعه بيجي مكانه. طب انت ما عملتش نتائج هنا وما عملتش نتائج هنا، طب انا جايبك بناء على ايه؟ ما انا اديتك فرصه تشتغل وما عملتش نتائج، وفرصه كمان مره تشتغل وما عملتش نتائج، في وسط الموسم بتمسك ثلاث فرق او اربع فرق وانت مش بتعمل نتائج. من 2014 يا كابتن عبد الناصر ما خدش غير السي. يعني ده وتلاقي عنده حاجه 40 سنه زي ما كنا بنقول، ويعني هياخد البي امتى وهياخد الايه امتى، وهيفضل يقولوا عليه المدرب الشاب اللي بنسمعه من الادارات. وبجد والله يعني كل هيقول لك اصل خبرته اصل في الدوري الممتاز مش كويس. معلش يعني انا لما طلعت عمان هو انا كنت اعرف الدوري العماني ولا في خبره في الدوري العماني؟ طارق مصطفى لما راح المغرب كان خبرته في الدوري المغربي؟ كابتن محمد عوده اللي متالق في ليبيا كان يعرف حاجه عن الدوري الليبي؟ يعني احنا نفسي نبطل بجد والله، نفسي نبطل الـ 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 الكلمه او الجمله اللي مستلمينها. لا ما هي دي الجمله الناس. علشان يقول لك عشان ما خلاكش تيجي اصل خبرته اصل مالوش خبره. طب ما هو لازم يشتغل، او اي حد يعني لازم يشتغل عشان ياخد الخبره. لا اتصرف في الخبره الاول. لا اشتريها منين؟ طب يا كابتن والنبي لو تعرف مكان اشتري منه الخبره. ايوه اي وكيل سهله، اي وكيل يديك فعلا. اه والله شوف حد ادينا قال لك اي وكيل. ايوه اه والله. لا يعني كلام ما بنشوفوش غير هنا في مصر. اصل خبرته اصل للاسف ما بيكلفوش نفسهم، وخصوصا رؤساء الانديه ما بيكلفوش نفسهم ان هم يتعبوا في ان هم يقروا سيفيهات المدرب سيفية. او يجيب بلاش هو يجيب حد معاه متخصص. ما هي دي بقى اللي بتكلم عليها كابتن الاداره، ان انا اجيب معايا واحد متخصص يعرف يختار لي المدرب او يشوف المدرب ده بيشتغل سيستمه ازاي. بقت ارقامه كابتن. ايوه لا ارقامه ايه نمره واحد بالظبط. وانت لما بتجيب لعيب بتجيبه ازاي بالظبط كده؟ هيقعد الوكلاء في البيت كده هيقطع الوكلاء. لا ما هي كده والله. يعني لازم اجيب حد متخصص يقول لي الراجل ده المدرب ده بيشتغل، واعتقد هو المدير الرياضي اللي هو كابتن فعلا. احنا بص كابتن احنا بيشتغل ازاي وسيستمه ازاي وشهاداته ايه عشان يعرف يختار المدير الفني. مش بختار بالسمع. انا لسه كنت بتكلم مع استاذ، معلش انا اسف استاذ عصام، لسه كنت بتكلم مع استاذ عصام. في رئيس نادي اتعرضت عليه السنه دي ان انا امسك الفرقه. ممتاز. لا في الممتاز بيه. تخيل قال عليا ايه؟ اصل شخصيته ضعيفه. يعني ايه شخصيته؟ اتكلم انت، انا شخصيتي ضعيفه. راجل اتكلم انت وانت عشرتني. مش ايضا ممكن كده. ممكن رئيس نادي تاني يقول لك ده شخصيته جامده. ده شخصيته جامده. اصل ضابط جيش، يعني انا ضابط جيش انت عارف يا اسلام، يعني ازاي بقى شخصيتي ضعيفه؟ وفي ناس يقول لك اصل شخصيته جامده قوي، اصل انا مش هعرف امشي معاه. يعني ايه يا جماعه؟ ما هو المدرب شخصيه على فكره. طبعا. أول حاجة درسناها في دورتنا يا كابتن شخصية قائد. المدرب قائد يا كابتن بالظبط. أنت قائد بتاخد قرار، بتحط بلان لفرقتك وللسيستم للفريق العمل اللي معاك عشان تعرف تقودهم كويس. والحاجة التانية اللي بتكلم فيها إن يقول لك أصل المدير الفني يعمل كل حاجة، مفيش حاجة اسمها مدير فني. أنا في رئيس نادي كان بيقول لي هو أنت ليه ما بتقفش على الخط وتقعد كده زي حسام حسن حل الفلوس. يعني بص بيقول لي إيه؟ والله قال لي كده، قال لي زي حسام حسن مدارس. قلت له معلش هي قلت له هات حسام حسن. قلت له هات حسام حسن. قلت له كده والله. قلت له هات حسام حسن، بس حسام حسن مش هيقدر يشتغل معاك في الدرجه الثانيه. دي نمره واحد. نمره اتنين هي مدارس. قلت له انا بحب اقف، انا بحب اقف كده بوقف المدرب العام اللي انا بثق فيه، اللي عارف اللي فكري عارف فريق العمل بتاعي اللي انا بثق فيه وبديله شغله بيقف، وانا ببقى شايف من بره عشان ما بقاش متعصب. انا المفروض ابقى واقف الماتش مش متعصب، بتلاقي حلول لحاجات عشان ادور على حلول لفرقتي واطلع اقولها للمدرب العام يقولها. ده طول ما احنا والكابتن حسام بيعمله صح بالظبط، واللي الكابتن حسام بيعمله صح. عشان كده الكابتن قال له مدارس. هي مدارس. هو بص يا كابتن عبد الناصر، في بدايه الحلقه لما طلعنا التقرير جبنا تقرير من على موقع عالمي بيقول ان الدوري المصري مثلا بيحتل رقم كذا، الدوري الهندي بيحتل رقم كذا. رجعنا ايه للمواقع، رجعنا للعلم عشان نثبت الترتيب بتاعنا. نفس الامر لما باجي اختار مدرب يا كابتن، بشتغل المدرب ده ارقامه ايه السيزون اللي فات بالظبط. طب اشتغل مع انديه في نفس الليفل بتاعي ولا اشتغل مع انديه اكبر مني؟ طب لما مسك انديه في الليفل بتاعي عمل ايه؟ خد بطولات، انا مثلا نادي بطولات. طب هو مع الانديه الكبيره واللي فيها نجوم بيقدر يسيطر وبيحقق بطولات ولا لا؟ برافو عليك. مفيش الكلام ده يا كابتن. برافو عليك. انا الموضوع دلوقتي ما بقاش علم خالص،
يعني انا ما باجي اختار لعيب بشوف ارقام اللعيب ده لعب كم ماتش، صح، تاريخ الاصابات بتاعته، اهدافه قد ايه لو هو مهاجم، كمدافع، شخصيته، اخلاقه، بقيم كل ده واداؤه يتناسب مع طريقتي ولا لا. بالظبط، هو مارسيل كولر لما صمم على لعيب بمواصفات معينه بخط الهجوم هو عايز حد ينفذ له الفكر بتاعه، اللي هو الحته اللي ناقصه عنده محتاج حد فيها، ففضل شغال على دي. نفس الكلام رؤساء الانديه اول ما اجي اختار مدرب بشتغل. خلي بالك يا كابتن، شطاره المدرب، انا اسف بدون قطع كلامك، شطاره المدرب ان ازاي اطور، ما دي المذاكره اللي بتكلم عليها كابتن. البدايه بس ان انتوا ما حدش في الناس دي يختار، يعني احنا هنفضل في نفس الديلاما دي، وباذن الله ربنا يدينا ويديكوا الصحه لو قعدنا السنه الجايه هنقعد على نفس الامنيات. بس هنا لانه فعلا اسمع على مسمى البيت الكبير، النادي الاهلي دايما سباق للامانه يعني، فلازم جزء من المعالجه الاعلاميه نقول له حلول. طول ما واحد زي سيد جمال علام كشخصيه عامه، او لو جه حد تاني او اللي قبله، ونجوم كوره بيخشوا المجلس وما بيعملوش طموح الجمهور العظيم والبلد دي، حرام عليهم. لانه يعني ايه لما يجي شخصيه عامه رئيس ومعاه كابتن حازم وكابتن بركات، اتنين بتوع كوره، ومعاهم كمان راجل عنده خبره في النادي الاهلي خالد درندلي واخرين بين يعني، ازاي ما يحققوش حلمنا؟ هو انتوا لما تيجوا انتوا اللي تختاروا مدرب؟ مش صحيح. انتوا اللي تختاروا حكام؟ مش صحيح. انتوا تجيبوا مستشاريه فنيه زي كل الاتحادات، زي ما جبنا مارسيل ده، تمام؟ قال لنا ايه؟ قال لنا ان هناك شغلته هو تحديدا تطوير اداء، تمام؟ لو جيت تقول له امسك فريق فيردر بريمن مش هيشتغل، مش بتاعته ومش مرحلته، صح. وبالتالي طموحنا ان هم ربنا يهديهم بجد يعني، ويعملوا والله العظيم بجد ربنا يهديهم للصواب يا عم، انا ما اقصدش حاجه، لان البلد دي رفعتكم يعني كشخصيات عامه وكنجوم كوره، اتقوا الله واعملوا زي كل اللي بيحصل حواليكم لما بتروحوا اتحادات، هاتوا مدير فني. انا اسف يعني ما هوش اي حد من اللي بتجيبوهم دول، انا اسف، عشان يقعد يسالك حضرتك باعتبارك نجم وما يقدرش يزعلك، هات مدير فني مالوش دعوه بيك اصلا، ولا يعرفك ولا يعرف واحد ماشي في الشارع، يعرف بس ان انت اتحاد الكوره، انت البورد. البورد ده ما بيشتغلش في الكوره غير في البلد دي، سواء بورد الانديه او بورد الاتحادات في الكوره وغيرها، بس احنا بنتكلم عن كره القدم. بينما مثلا النادي الاهلي اللي بيديره واحد مش من اساطير القاره وفي الرانك العالمي، كابتن خطيب جاله سانت تيان زمان، وجاله جلادباخ، ده حتى مستر كوتي غير الرقم عشان يعني، لكنه لا يدير الكره، فقط لانه راجل اشتغل اداره مع مجالس متعاقبه بيختار الاجهزه الفنيه اللي تعمل ده، فعنده لجنه تخصصات، تخصص، عنده سكاوتنج وعنده كذا، ثم يعرضوا عليه اللي قاله ابو علي، يعرضوا عليه ارقام، وصلنا لايه، بنعمل ايه، لان هو مخول بصلاحيات من باقي المجلس في الملف ده، انه ياخد بقى يفتي في السله، صح. لا، في ملف للسله، يعمل ايه اللي معاه السله، يجيب افضل ناس بالارقام للسله، كلهم بقى على بعض يجيبوا خالد العوضي اللي شغلته يبقى مدير النشاط. مش تلاقي يا عم رؤساء الانديه ورئيس الاتحاد بس عشان ما عصام عارضني، ده اللي انا كنت بقول عليه في الاول، عشان ان يبقى اللي موجود في المنصب ريليتد للحته بتاعته، صح. يعني مثلا انا بس متعود، بس انا ما بقولش كده، لا لا خالد العوضي، لا لا خالد العوضي مدير نشاط، انا ما قلتلكش ان اللي عضو المجلس بتاع سله، لا، دول كل حد عنده ملف كاداره، بس يعمل ايه بقى عشان يعمل ايه عشان اللعبه تنجح؟ يختار ناس تديرها، تدير اللعبه فنيا، صح. مش اداريا، طبعا. تدير اللعبه فنيا كل واحد في تخصصه، في نفس الوقت ما تلاقيش مثلا بيتدخل في شغل المدير الفني، هو ماله، او فلان هيمشي وفلان هيقعد، مستحيل، ما بيحصلش في بره بقى يا كابتن، او بتشوف ناس كتيره يجي المدير الفني انت هتلعب فلان التشكيل النهارده، لا انا اقول لك بقى دي برضه يا عم، ده انت بتقابل رئيس النادي قاعد هنا عليه ويمشيه، قاعد في الاوضه دي اوضه الرئيس، يقول له طب الورق ده يخلص عند مدير النادي، تروح عند مدير النادي في بيبان بقى للادارات ليه هو اللي قاعد مدير النادي، يقول له ايه اصل طب جبنا واحد بتاع الباسكت، يروح على واحد من باب الباسكت وقاعد ايه ده، طبعا لانه الاتحادات كمان كده، ما حدش يزعل مني يعني. طب امتى انتوا بقى الكوره اللي ادتكم كل هذه العظمه والناس عايزه تفرح، ثم دي صناعه بتكسب يا جماعه وحياه ربنا،
صناعه كاس الدوري افتتح النهارده كوتيمي. انا تصورت هرجع والله هرجع فعلا البقاء للناف الحاج تيسير الاواري بجد بس أوه. والله جالي حاجه كده كاريكاتير حزين انه كانه يعني الكره زعلانه على الحاج تيسير. الكره فعلا زعلانه على بدون جمهور. قلت يكونش الماتش كده مثلا. الله يرحمه الله يرحمه الحاج تيسير الاواري الله يرحمه. خلينا نطلع نشوف ايضا راي الجماهير في هذا الامر ونرجع نكمل. ابو علي اعرف رايك برضو في الحلول. يعني انا وجهه نظري مدربين لازم يشتغلوا على نفسهم كويس، لازم يطوروا من نفسهم على مستوى العلم بقى لان الكره بتتطور. ما هي هيتعلم ازاي؟ ما هو مش حد يعلمه. لازم على لازم بفلوسه يعني. انا هنا بواجه كابتن اسلام اللي قال لك اهو مش انا الحمد لله. امال ايه هيعمل ايه؟ في اكتر من ويب سايت واكتر من أوكي. حاجات انترنت مفتوحه يعني. او باشتراكات بيشترك فيها بس بفلوس برضه. ما هو باشتراكات. ما هو انت حضرتك سافرت تشيكاش تاخد رخصه ليه؟ ما انا طلعت معلش بس انا اللي طلعني القوات المسلحه. انا فاهم. لا بس حضرتك كنت حريص ان انت تسافر طبعا يعني. الله يرحمه المشير طنطاوي يعني ده ضمن بناء مؤسسه اكنها نادي بالظبط يبني فريق. ايوه لا انا بتكلم على ان المدرب يعني في معلش اغلب المدربين حالتهم الماديه بتبقى صعبه ان هو لسه يقدر. كنت هقول لك يعني ايه اللي بس انا عشان اطور نفسي وعشان اكبر واقدر اشتغل في انديه غصب عن اي واحد في شغلته او اي واحد في مهنته. اذا كانت الاداه بتاخد بالتطوير الناس هم وقال لك في الاخر الاداه بتاخد بايه. انا هضرب مثال كابتن علي ماهر. علي مشترك في اكتر من ويب سايت وشغال على نفسه واللي خلى عنده دي من الاول. قبل ما يشتغل على نفسه اشتغل مع مين وايه وحاجات كده بقى. طب اسمعني بس الخبرات العمليه. انا معاك والله في اللي انت بتقوله بس اغلب المدربين اغلب المدربين خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه بتدي احنا عايزين حلول. اغلب المدربين حالتهم الماديه صعبه مش خلينا واقعيين. ما هو كابتن مش هيدفع مثلا مليون دولار عشان ياخد كورس. معلش لا ده مبالغ الموضوع مش انت لا انت لا شفت شفت الرخص بكام دلوقتي. الكلام في مدربين كتير مدربين مش هيقدروا ياخدوها. كابتن مش رخص الايه ب 45000 تقريبا او حاجه كده. لا 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 مش بتكلم في اسعار وهميه طالعه يعني. الاشتراكات في المواقع ده كابتن ما بيبقاش بالمبلغ اللي انت متخيله. ايوه لا انا بتكلم مش عارف كام دولار وحاجات كده. ب 500 دولار. انا بتكلم ان في مدربين ما بيقدروش. بس هي دي الموضوع. الموضوع ابسط من كده بكتير. انا بتكلم بقى لو انا راجل هشتغل تدريب هشتغل على نفسي واشتغل على المواقع دي معاك في كل انت وهاخد كل جديد في كره القدم. لو اقدر وعندي مقدره اطلع اعمل معايشه مثلا. أيوة لو في صح. بعض المدربين مثلا زي وائل رياض شيتس ما طلع مثلا مع سيميوني وعمل معايشه في اسبانيا فتره. هو كان كابتن طارق سليمان وكان في بعض المدربين مقدمين على معايشات بره. في ناس بتروح تعمل معايشات مثلا احمد صديق كان لسه في معايشه مع مارسيل كولر. كابتن طارق العشري عمل معايشه مع مستر مانويل. فيشتغل على نفسه في ايه؟ يشوف مدرب كبير يروح يطلع معاه معايشه مثلا. انا في مدرب والله يعني بالامانه يعني انا مش بكبر في نفسي بس في ناس كانت بتتصل بيا وانا في الانتاج يقول لي عايزين نيجي نحضر. اقول لهم اتفضلوا يتشرفونا. لكن ما يستسلمش. ما في اي عارف عامل زي ابو علي يعني حاجه محترمه. لما قال عادل طيب. امام عندي ماجستير بولندي تاخد. عموما يعني كانت هذه الحلول وكانت هذه الحلقه بما اننا بنتكلم في المدربين المصريين بين الاقاله والاستقاله. حلول كثيره جدا ولكن اهمها هو تطوير المدربين خلال الفتره القادمه من خلال وجود الرخص الاي والبي والسي وايضا يكون هناك تنسيق ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاتحادات المحليه بقى بشكل أيوة. عام علشان يكون صحيح. هناك والاتحادات الاوروبيه طبعا زي دي مهمة ما بقى. مرسل لنا مهمة قوي بالظبط كده علشان يكون للرخصة الإفريقية سواء A أو B أو C نفس التأثير في أوروبا أو في آسيا حتى على الأقل. يعني مش هنقول إحنا ما عندناش قيمة على آسيا على رأيك. طب ممكن أقول بعد إذنك كابتن سليمان آسف يعني بالنسبة لحضرتك بتقول طب ما النادي بجملة المصاريف اللي بيصرفها ما يستقدم حد من بره مدرب كبير. ده دور الاتحاد يعني دور الاتحاد ده دور الأندية المدربين الغلابة دور الاتحاد اللي كنت كملت في سياق الحلول ان كان لازم اتحاد الكوره زي ما كان بيحصل فتره افتراض يجيبوا خبره يقعدوا مع مدربين والمدربين يقدموا يقولوا مثلا جاب خبير مين عنده رغبه يجي يحضر محاضرات للراجل ده ويقعد معاه ويعمل محاضرات للناس. مش شرط تبقى رخصه ومش شرط تعتمد. انا بطور صح. من المدربين بتوعي ده الاهم انه يتطور فعلا. هتلاقي اقبال كتير جدا جدا بالظبط جدا يعني. يبقى انا كاتحاد كوره بوفر للمدربين اللي عندي عشان حتى سمعه البلد تدريبيا بعد ما كان عندي 20 30 مدرب مسكين منتخبات وانديه. ولو لقيت على فكره الموضوع كده هعمل ايه لما الاقي مثلا 100 واحد غير لما الاقي 50 غير لما الاقي 100 واحد. لو اخذت من كل واحد دولار يبقى انا مش دولار يعني مبلغ 10 دولار 20 دولار حاجه قليله رمزيه ادفع بيهم فلوس الراجل. ادفع بيهم فلوس الراجل ليه؟ ما هي الكره دي صناعه قبل يعني. كده يا كابتن بص ما في امل غير مش في البلد لا
في بتوع الكوره دول حسبنا الله الا انه يجي حد يفرح الناس ويحرك صناعه مهمه. هو الاهلي بيتخبط ليه؟ انا مش بهزر. الاهلي بيتخبط عشان كده. يعني ايه اللي كل شويه يعني بيصطدم عراقيل عراقيل انت كل شويه تكسب بقى وتحرجنا وفيها يا عم انت بطولات بطولات بطولات. المهم يعني من هنا جات الحكايه، لازم يجي صاحب الموضوع اللي هو اتحاد الكوره يبدا العمل على اللي عايزه ابو علي. ان الناس اما انا ما اجيبش وائل شيتوس والناس دي بعد ما اشتغلت وكسبت وراح سافر بعد ما نادي صفاره زي ما الكابتن قال، اول اسل ان اتحاد الكوره يجيب ناس علشان تدي دراسات ورا دراسات ورا دراسات. من غير كده يبقى الملف فعلا مفتوح ومش هنسيب الحاجات دي. اخر حاجه بقولها ان كان في من شهر ونص شهرين ناس خدت الرخصه، ايه تخيلوا حضراتكم ان ما خدوش الشهادات دول لسه ما خدوش الشهادات لغايه دلوقتي، لم يستلموا هذه الشهادات بسبب حاجه يعني هي على السيستم اتوجدت بس الشهاده ما اتبعتتش، لكن الشهاده ما اتبعتتش. عارفين ليه؟ لانه لم يكن للاتحاد المصري لكره القدم مديرا فنيا يمضي نعم يوقع على يوقع على السلام ولا على الشهاده؟ لا على الشهاده او بالسلام او بالاستلام يعني. دي كارثه يا كابتن حشيش. ايوه فالاتحاد الدولي قال لهم لا احنا مش هنديكم شهادات غير لما يبقى فيه اسم مدير فني على يعني. ده حاجه بسيطه جدا عشان حضراتكم تبقوا عارفين هذا الامر. عموما خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هاخد راي اساتذتنا في وكباتننا في مباراه الافتتاح الدولي بالنسبه للنادي الاهلي ما بين النادي الاهلي والنادي المصري غدا ان شاء الله في تمام الساعه 7. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع ناخد رايهم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كلمات اخيره عن افتتاح الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه الاهلي والمصري. كابتن حشيش بكره على فكره هيكون مع حضراتكم الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والمصري قبل المباراه بساعتين، كل كواليس ما يحدث قبل المباراه على الهواء مباشره خلال شاشه قناه النادي الاهلي مع النجم الكبير كابتن ايمن شوقي ونخبه من محللين شاشه قناه النادي الاهلي. يعني في عجاله طبعا مباراه افتتاحيه لبطوله الدوري. ننسى المباراه اللي فاتت، مباراه كانت استثنائيه طبعا اخطائها بظروفها لان في اكتر من سبب كان مش عايزين نتطرق ليه يعني للخساره. بنبدا بطوله جديده احنا حامل اللقب بتاعها، مباراه مع في البدايه مع فريق له ثقله له شعبيته النادي المصري. ماتشاتنا دايما مع النادي المصري بتبقى ماتشات قويه، تدعيمات كتيره للنادي المصري خلال الفتره اللي فاتت 11 صفقه كمان مدرب ممتاز معاهم. هيقعد على الدكه ولا لا؟ لا مش هيقعد، مش هيقعد على الدكه برضه؟ هيفضل يقف على الخط كده مش هيقعد. لا هيقعد على الدكه يعني عشان انا فاهم. لا رخصه انا بهزر كابتن علي حبيبي هيقعد في الدكه يعني؟ لا ما هو في الدوري المصري مفيش مشكله، هي كانت مشكله في افريقيا. لا انا فاكر السنه اللي فاتت اصله كان بيقولوا طيب اذا كان غاوي بقى يقعد فوق. لا افريقيا وخد الرخصه، اشوف احسن يشوف احسن يعني. لا وخد الرخصه. فمباراه طبعا صعبه في البدايه مهمه جدا، بدايه قويه زي ما قلنا مع النادي المصري. نتمنى ان اللعيبه يعني تنسى اللي فات وتبتدي في المباراه اللي جايه دي بقوه ان شاء الله، والمكسب في بدايه الطريق عشان تنقلنا مرحله جديده ان شاء الله. كابتن عبد الناصر مباراه قويه طبعا، يعني كنت اتمناها تكون افتتاح الدوري. برافو عليك. الاهلي والمصري كافتتاح للدوري كانت هتبقى حاجه جميله جدا طبعا، فرقتين جماهيريه رهيبه طبعا. يعني انا شايف ان طبعا هارد لك للنادي الاهلي في سوبر. ماتش السوبر عجبني قوي النادي الاهلي في ماتش السوبر بصراحه. يعني طبعا كان في اخطاء في بدايه التشكيل كان ممكن ما تحصلش، لكن تدعيمات النادي الاهلي السنه دي انا شايفها يعني انا شفت سكواد النادي الاهلي سكواد مرعب بالامانه، يعني حاجه محترمه ما شاء الله. يعني هيبقى اعتقد يعني الحته اللي تحت دي خشب بالمناسبه عايز تمسكه. لا بجد والله يعني سكواد ممتاز، مباراه قويه، وجود الكابتن علي ماهر مع المصري برضو بيدي للمباراه ان ابن النادي الاهلي وماسك فرقه النادي المصري برضو بتبقى ليها طابع تاني. اتمنىها مباراه حلوه من الفرقتين، وربنا يكرم الاحسن طبعا ان هو يكسب المباراه، لكن ان شاء الله نشوف مباراه ممتعه من الفرقتين. استاذ عصام
البطل يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه، يعني رمزيتها فعلا زي ما الكابتن عبد الناصر قال انها كانت تصلح افتتاحية، لان الافتتاحيات الدوري يعني في اوقات انت ما عجبكش الافتتاحية النهارده، مش ما عجبكش فنيا، ولكن مش فنيا ولا اقصد اي حد مع احترامي للأندية، لكن الدوري كان بيفتتح الاهلي والاتحاد الزمالك والاسماعيلي او الاسماعيلي والمصري، هكذا كان ده بجد، ده افتتاح الموسم في مصر، وبالتالي طبعا افتتاحية ثقيلة، لكن الأهلي أداء الناس، بس لازم تخلي بالها الناس الأهلوية تحديدا أنه السكواد المكتمل ده محتاج شوية وقت، والدوري يعني منافسة النفس الطويل، ما حدش يحسبها ماتش بماتش، وده مش عشان أقول لك أنتوا بتطلعوا عشان تقولوا هو إحنا عارفين نتيجة إيه، ولا الأهلي مش كفء أنه يفوز عادي جدا، لك كمان أنت بتلعب المصري ب 11 يعني لاعب جدد برجل رئيس نادي محترم بيحترم الأهلي زي ما بيحترم فريقه بورسعيد السيد كامل أبو علي مدي اختصاصات، وده برضو يخلي الفرقة أكثر حيوية، علي ماهر طبعا ولما بيشوف الأهلي ما تعرفش إيه اللي بيحصل له، لكن حقه ما فيهاش حاجة يعني، وبالتالي على جمهور الأهلي أن يدعم فريقه، مش ممكن حد يكون عنده 5 بطولات بطولة دماء تقيل كسوبر، لكنها في النهاية هي كانت في افتتاح موسم، وقد تكون فاصلة في حتة انه لو حد يعني كان هازس كتافه خلاص كتافه رجعت مكانها، كلكم يا جمهور الاهلي قريبين انكم تبقوا بتوع كورة، فيعني هي جت على بعضها كده، انتظر من الاهلي الحقيقة بعد هذا الاستكمال في السكواد اللي الراجل الفني المحترم ده قاله الكابتن عبد الناصر مزيد باذن الله من تألق لاعبيه بعد هذا الدمج يعني، وما تسمعوش حد يا جماعة، ما فيش غير انه يحسسك بنكد، كل ما بتتحط نجمة هنا، وانا كنت بقول للكابتن اسلام مع العشرة كده، كل نجمة هنا معنا الناس بتتغلب 8-0 والاهلي يكسب 5 بطولات، فيبقى الاهلي هو اللي عنده مشكلة، فخلي بالكم من ده، اصبروا هتلاقوا هتاخدوا حاجة كويسة زي ما الاهلي عودكم ان شاء الله. ماتش صعب يا كابتن، احنا السنه فاتت الاهلي مفنش الدوري مع المصري، مفنش الكاس مع المصري، بيبدا الدوري السيزون الجديد مع المصري، مباراه صعبه، شفنا كلنا ماتش الكاس وازاي الاهلي قدر يرجع في اخر دقيقه وقدر بعد كده في الوقت الاضافي يكسب. التدعيمات الجديده للفريق المصري زودت او تقلت من الفريق، لكن يبقى النادي الاهلي بقيمته بشعبيته بجماهيريته، الجمهور هيبقى ليه دور كبير جدا، تذاكر الجماهير النادي الاهلي اول ما نزلت يمكن اتباعت ما كملتش ساعه، فالجمهور الاهلي بكره هيبقى ليه دور مهم جدا، نصبر على الفرقه، دايما البدايات بتبقى صعبه، عندنا فرقه محترمه لكن صعوبه المباراه بكره كابتن من ظروفها، مباراه السوبر، العوده بعد مباراه السوبر، تمرينه واحده يمكن في القاهره اللي هي بتاعت النهارده، السفر، غيابات كتيره زي صلاح محسن في الجانب الهجومي يعني، كهربا، حسين الشحات، الحمد لله صلاح عشان اسمها ايه بيسموها ايه، تراكم انذارات، تراكم انذارات، مش اصابه، لكن عندنا بدايل، عندنا بيرستاو ممكن يلعب جناح، ممكن يلعب مهاجم، زعلوك من المهاجمين اللي قاعدين اتوقع يبقى طبعا موديست ممكن ياخد الشوط الثاني يبقى موجود في المباراه، فعندنا حلول وبدايل لرضا سليم، واحد من الصفقات المهمه جدا اللي هتعوض غياب حسين الشحات، عوده عبد القادر للقائمه، فاحنا عندنا فرقه محترمه يعني زي ما الاستاذ عصام كان بيتكلم، النفس الطويل والبطوله لسه فيها شغل كتير قوي، الماتش صعب بغض النظر عن النتيجه، وانا واثق ان النادي الاهلي زي ما قلت لك ما بيخافش من حد لكن يحترم الجميع، ودي سر انتصارات النادي الاهلي او استمراره في بطوله الدوري واكثر الفرق حصولا على اللقب، فمباراه صعبه اتوقع باذن الله نعمل نتيجه كويسه، لكن بغض النظر ورساله جميله النادي الاهلي، لسه الدوري طويل، لسه قدامنا مسيره كبيره، الدعم دلوقتي في ظل اللي بنشوفه في بعض القنوات، وحضرتك لمست للقصه دي النهارده، شفت حضرتك في الانترو، لازم الناس علينا بتقول لي ظهر نادينا يا راجل، دي حاجه غريبه جدا والله، الناس بتقول لك ايه يعني، في ناس كاتبه على تويتر تقول لك ايه، اصله كابتن اسلام ما غلطش يعني، او ما تقلش العيار، ما تقلش العيار في محمد فاروق، بيقولوا بينك يا كابتن الموضوع بقى صعب، بس اصله محمد فاروق يعني في الاول وفي الاخر جاي له، هو طبعا انا كنت شايف ان هو يعني اخطا خطا شديد جدا وكبير جدا، انا عايز اعرف هم خلصوا الماتش طلعوا على العمر اتخانقوا في الحرم يعني ولا مش عارف، غريبه يعني، انا بقول لك طبعا ما هو ده الكلام، ولكن انت جاي لي سكريبت
انت كان المفروض انت تقعد. لا انا عندي برضو طبعا أنا وده اللي انا قلته. انا دلوقتي حضرتك بتيجي قبل الهوا بتتراجع مع الفريق الاعداد وبتلا ده منطقي. على فكره انا شرحت كل اللي انت بتقوله ده. انا شرحت ان احنا ان انا بعمل ايه, انا نفسي بعمل ايه, بقعد اتكلم وفي الاخر هي وجهه النظر. لكن ده واضح ان حد كان طالع يقول يضرب رقم يضرب كلمه او اللي قال لك خليه يقول زي ما انت مشكله قلت. نعم اللي قال لك خليه يقول بالظبط على يعني فهنا دور جمهور الاهلي كابتن. دور جمهور الاهلي مهم جدا, يقف في ظهر النادي. ناخد بالنا من الحاجات اللي بتحصل واللي بيتقال على النادي. لو جمهور الاهلي في ظهر النادي ووصل للناس دي رساله احنا مش مصدقينكم, احنا مش شايفينكم اساسا وما نتفرجش على الناس دي, يبقى احنا خلاص وصلنا للناس دي رساله ان انتوا حتى لو عملتوا ترند او عملتوا قضيه وفجرتوها ما حدش هياخد باله منكم. حقيقي كابتن اسامه, انا بقول للناس شبه يوميا يا جماعه في حاجه اسمها العسل المسموم. ايوه وانتوا اللي بتروحوا لهم بتزودوا مشاهداتهم ده اكتر من حد يا جماعه. وكل مره اجيب لكم براهين انا والشباب المجموعه الجميله دي حقيقه يعني. لا مش على كده والله فعلا, بس هي حاله حب على فكره. كله بيبقى عايز يعرف التانيين عاملين ايه لانه بيحب النادي الاهلي. طبعا عايز بس لحضرتك خدمه بس ما نبقاش في سؤال مهم. الاهلي النادي الشعبي وخمس أندية شعبية أخرى في مواجهة 12 فريق بوجبة وحاجات كده ومحرورين, لكن لما يبقى 5000 و5000 لماذا تحجب الخمسة الأخرى عن النادي اللي عنده جمهور عند النادي الشعبي؟ سؤال لوجه الله والوطن. ماشي ده سؤال هننتظر بكرة ان احنا نشوف اجابته, وهنحاول نكلم كل الناس المسؤولين في هذا الامر. يا اما يجيبوا 5000 ده بجد بقى لان دي صناعه يا كابتن. صحيح. والله يتصرف في 5000 بس لابسين الشعار. كمل بقى الدور بقى, كمل الدور بالمره. مش اشتريت فريق, اشتري جمهور يا اخي, اعمل فيز لجماهير هات من في بلد. في حاجه مهمه وحش. بخصوص كلام الاستاذ عصام مهمه جدا, بخصوص كاس العالم للانديه في شهر 12 المتوقع او الاقرب الاهلي يلعب اتحاد جد ان شاء الله في جد, فالطبيعه هتلاقي الاستاد متقفل من جماهير اتحاد جد. مع يعني الاهلي بيطالب بالحجز. لا ده كان في ورشه عمل 50. خاصه بالاتحاد الدولي الفيفا بخصوص كاس العالم. باشمهندس خالد مرتجي وقعدوا مع مسؤولي الاتحاد الدولي المنظمين للبطوله وطالبوا بحجز نص الملعب لجماهير النادي الاهلي عشان ما يحصلش القصه اللي هي صحيح. ان الملعب يتحجز وجمهور الاهلي ما لاقيش تذاكر زي ما حصل قبل كده. فدي خطوه استباقيه ممتازه واتمنى ان احنا ناخد بالنا الاتحاد الدولي. المره دي الاتحاد الدولي مش الكاف زي مره المره اللي فاتت دي. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره ان شاء الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله كل هذه الامور تعدي وتعدي على خير. انا بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش. شكرا جزيلا يا كابتن منذر. شكرا جزيلا يا ابو علي. شكرا جزيلا يا استاذنا. شكرا كابتن عصام شرتوت. اذا كانت هذه حلقه اليوم. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا, وغدا حلقة جديدة من بيتكم.